ماليش دعوه. وزمان كان ايه؟ فتح توحه والنبي تودي جواب ده الحمد لله رد النهارده. قول له كده اوعى تلعب في الشارع احسن الجواب يقع منك. اجري يا فتح اجري، انا هبص عليك من البلكونه. وبص يا جريتي، واحده من هنا وواحده هنا. فاكره يا ماما؟ فاكره يوم ما بابا ظبط معايا الجواب والعلقه اللي كلها حمدي قعد بعدها اسبوعين على السطوح وبابا طرده من البيت وانت تطلعي الاكل زي الفراخ رامي الغلبان حمدي؟
يا حمدي. ايوه انا جاي اهو. فتحي عارف لو قلت كلمه واحده انت عارف انا هعمل فيك ايه؟ عارف طبعا. هتديني شوكولاته وبونبونه. انا اعرف ان ده عيب زمان. وكنا بنتفسح مع بعض كمان. والنبي انتوا الاثنين لوحديكوا؟ طبعا يا طنط، ده عشرة عمر 10 سنين. يا بنتي ربنا يهنيكوا. يا ما كان نفسي المرحوم يكون معانا دلوقتي في الظروف دي. قفلي. البركه فيك انت يا طنط، بكره ان شاء الله نتجوز ونملى البيت بإيهاب. ربنا يهنيكوا يا بنتي. انا عارفه بس ايه اخره المواطله دي. سنة دلوقتي من يوم ما كتبتوا الكتاب. والله يا طنط كان عليا انا مستعده لو قلت دلوقتي. يا بنتي خلاصوا بقى باي شيء كان. ده كنت فاكره انك انت انا ايه؟ انا اللي حايشه؟ يا حمدي. ايوه يا ماما. لا حضرتك مالكيش ذنب في الحكايه دي. امال مين اللي ليه ذنب؟ اوه انت عندك صداع؟ لا ما عنديش حاجه. عايزه ايه بس يا حسنيه؟ بقول لك مين السبب عن تعطيل جوازنا؟ حسنيه اسمعيني بقى. دلوقتي احنا لو اتجوزنا هننشغل، وبعدين حبل وولاده ومصاريف دكاتره، مش هنقدر نجيب كرسي في البيت. انا بقول نكمل البيت الاول على الاخر. لا ما حدش بيكمل بيته الاول على الاخر. انا يا طنط تعبت من الكلام في الموضوع ده، كل ما بشوفه بكلمه، وكل مره يطلع لي بحجه شكل. لما ناخد الاجازه السنويه اما نحوش قرشين لشهر العسل، في شقه حلوه قوي كلمني عنها واحد صاحبي، وماما متضايقه قوي كل ما تعرف ان جايه قابل حمدي الاقيها واقفه على السلم مش فاهمه حاجه. حاجه غريبه خالص يا مدام حسنيه عايزه كده، ما تتجوزه، دي حاجه شاذه. خلاص يا حسنيه ما فضلش الا القليل. يا ابني يا حبيبي ان كان على الفلوس اللي بتدفعهم في البيت بلاش منهم، كلها 6 اشهر واخوك ده هيبقى دكتور. يا ماما مش ده السبب. وانا قلت له يا طنط الفلوس اللي بتدفعها في البيت نفضل ندفعها على طول، احنا بناخد ميتين. ندفعها. انا مش قصدي يا طنط. يا بنتي انا مش محتاجه حاجه، الحمد لله وقشين المعاش مكفيننا، وجمالات لسه عايشه معانا. يا ابني ابوك لما اتجوزني كان عنده 18 سنه، اتجوزني وراح العسكريه. ماما انا سمعت الحكايه دي 100 مره. وبعدين ايه يا حسنيه؟ ليه بتتكلم بالشكل ده؟ الله انا مش مراتك ولا ايه؟ على فكره انا ممكن اجيب شنطه هدومي وابات معاك من اهو، من اهو في الاوضه دي. جبتك ايه يا حسنيه؟ ضحكتيني يا اختي. شيلي الهم من على قلبي شويه. والنبي لولا الملامه انا كنت اقول لكم اقعدوا معايا هنا. وماله يا طنط؟ حد لاقي شقه دلوقتي؟ ايه ده يا ماما؟ ما حدش يعمل كده. كده؟ طب قول لي بقى الفرح امتى؟ اهي جمالات جاي، ما حدش بيعرف يكلمه الا جمالات. تعالى هنا يا حمد. جاي. انت رايح فين بس؟ ماما ماما. الفلوس اللي كنت هاخدها من معاشان ال1000 جنيه. اعمل ايه يا ربي؟ هعمل ايه دلوقتي؟ راحوا ازاي؟ وقعوا مني؟ انا ما بيقعش مني فلوس. امال راحوا فين؟ واحد استلمهم. ضربت التليفون للاستاذ احمد اللي في المعاشان ما لقيتوش، استاذنت ورحت الماليه لقيت زميله بيقعد معاه في الاوضه، قام دور وقال لي الشيك اتصرف، الشيك اتصرف ال1000 جنيه. اعمل ايه؟ اقول ايه لفؤاد دلوقتي لما يجي؟ مين يعني اللي صرفه؟ معرفش. واحد زور الامضه بتاعتي، تصوري، عمل توكيل وختمه بختم الدوله، وزور امضتي واستلم الشيك. طب ما اسمه اكيد في الصادر، اسالي بتاع الارشيف. ايه الفايده؟ ال1000 جنيه راحوا، اللي كنت هجيب بيهم اوضه النوم. انا لازم ابلغ البوليس. البوليس ايه؟ حمدي فلوسي راحت، واحد زور الامضه بتاعتي واستلم الشيك. طب اهدي بس اهدي، انا اللي استلمت الشيك. انت؟ ايوه. انا اصلي قابلت الاستاذ احمد في الشارع، قال لي الشيك جاهز. قلت اوفر عليك المشوار، فضفت رجلي استلمته وجبتهولك. اخص عليك يا حمدي، اما انت قلت شايف شكله مش كنت تقول لي؟ انا شفت فين بس عشان اقول لك. المهم صرفته؟ ايوه صرفته. طلعوا كام؟ 720 جنيه و 30 قرش. حلوين لايقين عليهم. استني بس، ايه يعني حاطط عليهم ارضيه خايفه من ايه؟ هما في الدولاب؟ تعالي بس.
انت قلقانه من ايه؟ تعالي ابوها هتقوم مش وقت. ماما شوفي لي حاجة أكلها. قومي يا بنت أحط لك حاجة تاكل. تلاقي ايه؟ احسن حد يجي وفيها ايه يا حمدي؟ انا مراتك، احنا مش كاتبين كتابنا؟
ايوه بس بعدين 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 يعني احسن احسن حد يجي وبعدين عملت ايه في الموظف موظف ايه اللي عايز بدل سفر ومشاهد ايوه رحت للمدير قلت له احنا في لوائح بتحدد مساله الفلوس اللي بتصرف لانه اصلا الاعتماد على القوانين يعني حسنين خدي اتسلف الكتاب ده هيفيدك جدا ولا افتح لك التلفزيون على فكره احنا بيتنا هجيب تلفزيون وثلاجه وغساله وسخان بيتنا ايوه الحاجات دي كلها بتتباع بتقسيط طب امسح العرق اللي على وشك مش عارف انا اللي دول بعرق كتير قوي بتمسح وشك تفط الايد عارف تفط الايد بس بقى حسنين حمدي انت تعبان لا مش تعبان ولا حاجه في حاجه قلقاك حسنية أنا حصلت لي حاجة بشعة جدا أنا ارتكبت شيء بشع جدا ومن ساعة ما ارتكبته وأنا حاسس إن أنا أخسر إنسان في العالم عملت إيه؟ عملت عمل ما يعملوش كلب ما يعملوش إنسان عنده ذرة من الكرامة وإمتى بقى عملت العملة البشعة جدا دي؟ إمبارح ومن ساعتها وأنا حاسس إن أنا إنسان بلا كرامة نهائي طب ما تكملش أنا عارفة كل حاجة عارفة؟ عرفت إزاي؟ أنا بعرف كل حاجة مش عيب راجل محترم زيك يعمل عملة بطالة زي دي عملة ايه اللي قصدك عليه؟ مش عيب برضو تحط صور عريانة في أوضة النوم؟ صور ايه؟ اللي بتبحلق فيها من الصبح دي وريني كفك كده وانا اوعى يجي برا 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 وعملت عملة بشعة انت قذر قذر وجبان برا او ما تجيش هنا تاني برا ما تخشيش هنا تاني سيبيني يا بنت فارس ايه اللي حصل؟ بلاش كلام فارس بلاش حاجة ما تربيتش ليه كده يا والله يا حبيبي سبت الجواز ثاني مره هعطي خبر ليه كده لو بتقولي زيت واحده زيت هتبعكم في البيت الله ايه اللي تعب؟ ايه اللي تعب؟ فين الشاي؟ هو انت طلبت شاي؟ ما انت عارف ان انا كل يوم بشرب زيت في المعدة الله وايه ورقة الكتيرة اللي في الأرض؟ ايه ده؟ ليه كده؟ ليه بس؟ انا قربت منكم انا قربت وفين السجاير اللي جت هنا؟ فين السجاير؟ مفيش حاجة مجانا في البيت حاضر طب ايه ده؟ فين الزفت؟ اهوهم اهوهم خلاص هدي نفسك كده وانا هروح اجيب لك شاي حاجة خلاص يا حبيبي خلاص حمدي 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 مالك ايه مالك مالك كل واحد هيشوفني يقول لي مالك ايه عيال انا ولا ايه لا سلامتك المهم متنرفز ليه مش متنرفز ولا حاجه سيبيني الواحد يشرح لي اصل انا في الحقيقه كنت عايزه اقول لك ان فؤاد جاي دلوقتي ويعني هنخرج شويه كده مع بعض ايه رايك ما تيجي معانا لا معلش خروج انت مش عايز اخرج ده بيقولوا في فيلم حلو قوي في السينما اللي جنبنا تعالى معانا روق نفسك شويه لا 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 عايز اقعد لوحدي النهارده طب انا بفكر في حاجه كده يا حمدي انا عايزه اجيب لك هديه لطيفه من الفلوس اللي جات لنا من المعاشات شفت لك قماشة بدلة انما لونها حلو قوي قوي ايه رايك يا ابهام متشكر يا جمال مش عايز حاجه تصور فؤاد مجنون مصر ان هو يدفع عربون اوضه النوم الليله دي هي الفلوس في الدولاب مش تعالي بس دولاب ايه حمدي هي الفلوس راحت راحت فين؟ انا اصلي كنت واخد مبلغ من الخزنه وكان لازم اسلمها كلها؟ الالف جنيه كلها؟ ما فاضلش منها حاجه؟ ما فاضلش سلفة من البنك بنك ما انت استلفت منه يوم ما صاحب البيت حجز علينا جمالات انا هعمل مساء الخير يا طنط
ازاي صحتك؟ اهلا وسهلا بيك، اتفضل. والله يا طنط بقالي ساعة أدور على حتة فاضية ألكن فيها مش لاقي، أما لما أجيب عربية هركن فين؟ ازاي صحتك؟ أهلا وسهلا. ألا جمالات موجودة؟ أيوة حبيبي، اتفضل لحظة واحدة. يزيد فضلك، يزيد فضلك. أهلا وسهلا. أهلا بك. جمالات، الله، مالك يا أولاد مفلة شر؟ حصل إيه؟ مفيش حاجة يا ماما، مش فؤاد ده اللي جه؟ حنا أختك مالي يا حبيبي؟ مفيش يا ماما، بس اصل الفلوس بتاعتي اللي انا بطلها ضاعت مني. الألف جنيه اتنشروا مني. يا مهري يا مصدي، ألف جنيه راحهم؟ خلاص بقى. طب والبنت هتعمل ايه؟ دي صرفه دم قلبها علينا. خلاص يا ماما، ده 5 سنين وهي بتدفع ماهيتها. انت اذا كنت زعلان على البطل زعلان 24 قرار. طب تدفع بقيت جهازها فيه. الألف جنيه يا اخواتي، يا مهري عايزه تعيطي اتفضلي هاتي بره واتفضلي. السيده بقى تسكريه، ابعدوا عني بقى. يا بنت بختك يا حبيبي، يلا بره لو سمحت بره. يا بنت بختك. ايش ساعة ما شفتكيش، في ظلمة أكتر من كده؟ إزيك يا فؤاد؟ أنا كمان مشتاق لك، إزيك؟ الله يسلمك. إيه؟ وإيه آخر أخبار الكتب؟ كتاب في علم النفس ترجمه واحد زميلي وأهداني منه نسخة. وبتقريها طبعًا علشان تناقشيه بكرة، مش كده؟ قولي لي بقى، إمتى تفضل جوزك؟ كمان أسبوع هيكون معهد الدراسات خلص، وهنكون شطبنا امتحانات النقل، بعد كده هخليك تقول امتى المدارس تفتح تاني. لا 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 لا، انت باين عليك ما تعرفيش جوزك فؤاد. انت من يوم ما هتحط رجلك في بيتي مفيش حاجه اسمها كتاب ولا مجله ولا راديو ولا تلفزيون ولا جنس حاجه ابدا. في فؤاد بس، هارون الرشيدي، الف ليله وليله. بس فاتك نص عمرك يا هارون الرشيدي. فاتني نص عمري؟ ليه؟ طبخين ايه النهارده؟ امي كانت عامله محشي، اصل خطيبة حمدي كانت بتتغدى عندنا. ايه؟ وكتب كتابه عليها؟ ليه؟ لا 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 ولا حاجه، بس بقولي له ياخد باله في الشركه شويه. ليه؟ هو حصل حاجه؟ يا ست ما حصلش حاجه، انت عارف الموظفين عندنا ما بيبطلوش كلام. يلا المهم قومي خلينا ننزل. فؤاد بيقولوا ايه على اخويا؟ يا ست ما حصلش حاجة، انت عارفة الموظفين عندنا ما بيتنفسوش في العمل غير في المحلسة والتطهير، وكل واحد عاوز يعمل صاحب المدير يشتغل له جاسوس. يلا يلا قومي خلينا ننزل. أنا حاسة إن في حاجة حصلت. يا ست ما حصلش أي حاجة، الساعة دلوقتي 4:30، فين على ما نروح للنجار؟ يلا يلا، أنت مش عاوزة نروح للنجار ولا إيه؟ فؤاد بلاش النهاردة. بلاش النهاردة ليه؟ أصلي تعبانة شوية، خليها بكرة ولا بعده. بعدين بعدين؟ يعني ممكن نروح في أي وقت تاني. ألا إيه الحكاية؟ أنا حصل مني حاجة؟ فؤادي حبيبي، أنا في حاجة حصلت عايزة أقولها لك، بس أرجوك ما تزعلش. الفلوس جت وانصرفت، بس مش هنقدر ناخد منها حاجة. إيه؟ ما يجراش حاجة حبيبي، يتعوضوا، احنا العمر طويل قدامنا وكفاية نكون مع بعض. كده اهو كده اهو كده اهو. طب ما تشوف لنا بقى عشة ولا اوضة فوق السطوح وكفاية نكون مع بعض. مش قصدي، انا بقول يعني مفيش داعي نتكلم في الموضوع ده كتير، لاننا مش هنستفيد حاجة. ده اسلوب جديد ده، الفلوس جت وراحت وما نتكلمش. فؤاد ارجوك. انا دافع لك 1500 جنيه والاتفاق انك تصرفي 3000 جنيه، الشاي واحدة مش هشتريها، هتجيبي منين 3000 جنيه؟ هجيبهم، مالكش دعوة. ملياش دعوة؟ مراتي بتقول لي هجيب لك 3000 جنيه ومالكش دعوة، ما تسألش هجيبهم لك ازاي؟ هتجيبي منين 3000 جنيه؟ يا أخي روق، مش كده؟ ماما اعملي فنجان قهوة لفؤاد. أنا مش عاوز قهوة، أنا مش عاوز قهوة، أنا عاوز أعرف هتجيبي منين 3000 جنيه؟ هتصرف، هستلف من البنك، هاخد بقيت 3 أشهر، هعمل جمعية مع البنات. فاكراني حمار حضرتك، فاكراني حمار حضرتك يا هانم.
انا متجوزك عشان ايه؟ ايه؟ واما تدفع قسط البنك وبعدين قسط الجمعيه يبقى مين اللي بيدفع؟ انا ولا انت؟ انا اللي هدفع برضه، هنعيش بمهدي برضه، هنشيل البيت لوحدي. اقول لك انا مش هشتري فساتين ولا غيره، وهروح اشتري. لا 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 ده مش حل. انا من يوم ما عرفتك ما كدبتش عليكي كدبه واحده. ست اشهر ما وعدتش وعد وما نفذتوش، وانت جايه في الاخر وتنصبي عليا؟ نعم. ايوه هي دي الحقيقه. فين فلوس المعاش؟ خدتيهم من حمدي ولا لا؟ فؤاد يا حبيبي ما جتش من 1000 جنيه. بلاش نجيب اوضه نوم ب 2000، كفايه ب 1000 واحده. بلاش نجف ولا فضيه. ايه؟ حلوه دي، بلاش نجف ولا فضيه. والناس اللي هيجوا هنونا افرجهم على ايه؟ انت عاوزانا نفضح؟ كل دي حاجات بسيطة، في سنة ولا اتنين هنقدر نجيبه مع بعض. يستحيل يستحيل. أنا عاوز أعرف فين فلوس المعاش. اسمع، مش أنا شفت لك حتة نجار امبارح؟ إنما خرافة، أسعاره بيقولوا ما حصلتش، وبعدين في بنات زميلاتي قالوا لي إن في مزاد. إيه يا مصدت السود؟ إيه تاني مزاد؟ أنا فوقش، أنا ما على مزاد. رانك إيه يا فؤاد؟ انت مش فؤاد اللي انا بحبه. لا انا فؤاد اللي كان لازم تعرفيه على حقيقته. فعلا. فين فلوس المعاش؟ راحت فين؟ راحت وخلاص. انا ما اتخلقش اللي يقول لي راحت وخلاص. ما تزعقش انت في بيتي. طب انا مش هزعق، أنا مش هزعق وبس، أنا خارج ومش هتشوف وشي تاني. إيه؟ فؤاد حرام عليك تعمل كده، ده احنا مستنيين اليوم ده من زمان. معلش فؤاد صدقني أنا ما خدتش منهم ولا مليم، وبعدين ده ورق مع تجار المخدرات، مع اللصوص بالألوفات. يا ريتنا حصلناهم. لا أيوه، أدفع لك 1000 جنيه وبعدين أدفع لك قسط البنك وبعدين قسط الجمعية، يبقى فاضل إيه من ماهيتي؟ حرام عليكي، أنت حطمت كل أحلامي. أحلامك؟ أيوة أحلامي. كنت عاوز أعمل لك بيت وجيه، موبيليات فاخرة، نجف وفضيات وتحف، تلاجة وبوتاجاز وتلفزيون، خلاط جزر، ومهيتين كل أول شهر. أمال إيه يا استهانم؟ كنت فاكراني عيل أحب وبعدين أتجوز؟ اتكلم. أيوة أختي هتكلم. أيوة هتكلم وأتكلم. أنا عمري ما حبيتك ولا عمري فكرت في الحب. يوم ما جيت أتفرج عليكي زي التاجر ما بيحسب حسبتها، فاهمة؟ وسمتك على قباني زي الجزار، سنك وشكلك جمالك ومهيتك والبيت اللي هتفرشهولي كله على بعضه، وجاية في الآخر تقوليلي الفلوس راحوا. أيوه يا أختي أنا عرفت راحهم فين. أنا هقولك راحهم فين. أخوك صرف الشيك امبارح، اخوك المفكر الفيلسوف الفنان صرف الشيك وما اداكيش منه ولا مليم، خطفه هو اللي خد الالف جنيه. وانا هقولك قدامهم فين. اخوك لص. ايوه اخوك لص. وانا هقولك قدامهم فين. ايوه اخوك حشاش، اخوك الفيونجي، اخوك شمام. لا والشركه كلها عارفه اخوك اللي عامل نفسه مفكر ومتخرج من الجامعه كلب حقير هو اللي خطف الالف جنيه. وانا هقولك قدامهم فين. دفعهم دين حشيش وافيون مخدرات. بره اطلع بره حالا. انا طالع والله العظيم طالع. وانت طالع. القهوه يا اشربيها. لا 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 ايه ده؟ ليه كده؟ طلقني يا ماما، اتطلقت قبل ما اتجوز. ضيعت مستقبل حياتي Thank you.
اتفضل اخوي. اهلا وسهلا. والله يا طنط ما تعرفيش انا مشتاق لكم قد ايه. المشروع الجديد اللي دخلها الشركه مش مخلي الواحد يفضل دقيقه واحده، والمدير طول النهار تعالى يا فؤاد روح يا فؤاد، تعالى يا استاذ فؤاد روح يا استاذ فؤاد. ازاي يا حمدي؟ الحمد لله. والله يا طنط من يوم ما اترفد. تحب افتح لك الشباك؟ والله يا طنط من يوم ما ساب الشغل والموظفين يومات يسالوني عنه، كان احسن واحد مسك السكرتارية. وازاي الاولاد؟ بخير الحمد لله. وجمالات موجوده؟ ايوه موجوده. عاوز اشوفها 5 دقايق بس. انا اسف جدا يا طنط، اصلهم اعلنوا عن وظائف جديده في القطاع العام وبيدوا مرتبات اكتر من الحكومه 40%، وعندنا وظيفتين في الشركه وعاوز احجز لها واحده، وهو بالمره هنبقى مع بعض. ايه رايك يا طنط؟ اللي تشوفه يا ابني. انا هروح عندها لك حالا. حاضر. فؤاد هنا عايز يقابلك. وده ايه اللي جابه ده؟ ده بقاله يجي شهر ما جاش. معلش يا بنتي، بيقول كان عنده شغل. شغل؟ طيب يا ماما انا رايحه. جمالات غيري يا بنتي. لا يا فادة مفيش داعي. طب بقول لك ايه يا حبيبتي، الصلح خير. ماما ارجوك كل الكلام اللي حضرتك عايزه تقوليه انا عارفه كويس. طب بصي يا جمالات، انت شقيتي معانا كتير يا بنتي وانا نفسي. ماما ارجوكي، حمدي ممكن يصحى. عن اذنك. كان لنا فين ده كله؟ حكمتك يا رب. اهلا يا فؤاد. ازيك؟ اهلا اهلا. ازيك يا جمالات؟ ازاي صحتك دلوقتي؟ ازيك يا جمالات؟ ازيك؟ الحمد لله، مفيش حاجه شافتني الا الشغل. أول ما رحت الشغل دورت على الانهيار العصبي اللي بيقولوا عليه ده، ما لقيتوش. انهيار عصبي؟ إيه ما تعرفش؟ ما أنت سألت في المدرسة كتير واتكلمت بالتليفون كذا مرة. أصلي ما قالولكش إنه انهيار عصبي؟ بالظبط. جمالات أنا آسف جدا. على إيه؟ مفيش. مفيش؟ بس الناس ما بتقولش أنا آسف كده عمال على بطال. فؤاد ليه أنت آسف؟ عشان حمدي. معلش، بكرة كل حاجة هتتصلح. الحقيقة الرفض حاجة فظيعة جدا، والنفر مننا من غير الوظيفة ما يسواش بصلة. لا غلط، اللي بيساوي بصلة بيساوي بصلة إن شاء الله يشتغل غفير. وحمدي أنا عارفاه كويس، ده أخويا، اتربينا مع بعض، كنا بننام على سرير واحد. حمدي الخامة بتاعته كويسة وبكرة هيقف. يا ريت. أكيد هيقف. ده حتى شد الخدمة الشركة ما رضيتش تديها له. المدير قال له كتر خيرنا كتر خيرنا اننا ما ادالكش السيف. عارفة حمدي قال لي على كل حاجة ووقف وصرف المكافأة، كله عارفاه، وبرده هيقف وهيرجع احسن من الاول 1000 مرة، لان الضربة اللي ما بتقتلش الراجل بتزود قوته، وما دام ما ماتش يبقى لسه في امل، وانا معاه مش هسيبه لوحده ابدا. جمالات جمالات انا اسف ان ازعجتك. فؤاد ارجوك بطل كل شويه تقول لي انا اسف. انا اسف. جمالات انا عاوز اعتذر لك. على ايه؟ انا اسف. اصل انا غلطت غلطه فظيعه جدا. امتى؟ دي ماما بتقول انك بقالك شهر ما جيتش. قصدي يعني يوم اما جيت اتكلمت على فلوس المعاش. يا راجل انا بتقلي الحكايه دي حصلت من 100 سنة، انا نسيت كل حاجه خلاص. لكن انا بقى ما نسيتش. بكره تنسى. جمالات احنا عاوزين نحدد بقى ميعاد الزفاف. مستحيل. الله، ليه؟ ايه اللي حصل؟ قصدي يعني انا ما حصلش مني حاجه، يعني الناس كلها بتتخانق مع بعض وبعدين بترجع تصلح، وانت عارفان يعني عصبي شويه، ساعات بيطلع مني كلام كده ما اقصدوش، ده حتى زملاتي في الشركه. جمالات انت اتغيرتي. اتغيرت كتير. المرض والمحن والمشاكل. وانا
انت وانا حمدي. احنا مالناش دعوه بحمدي. الله. طبعا طبعا ده اخوكي وصاحبي، لكن احنا برضو نقدر نتجوز. لا مش ممكن. خلاص. ليه؟ مش الكلام اللي قلته عن الميزان الاباني وسني وشكلي وماهيتي؟ ابدا، ده نوع الكلام اللي انا معوده نفسي اني اسمعه من اي حد. في الاوضه اللي جنبك دي حمدي نايم، وبعد شويه هيصحى وهيبتدي يحشش برضه، ومش ده السبب. جمالك اسماعي، مش المهيات هيزودوها قريب؟ اي والله، يعني احنا ممكن نقدر نوفر في الشهر حسبه 200-300 جنيه، يعني في السنه حوالي 3-4 آلاف جنيه. ده غير الدروس الخصوصيه اللي هتديها ومكافاه الامتحانات وهدايا عيد الام. اه والله، يعني احنا ممكن في 3-4 سنين نشتري حته ارض ونبنيها فيلا ونأجرها مفروشه ونكسب ذهب. فؤاد، تعرف انت يوم ما سبتني نزلت انا فكرت في الانتحار. لا. فكرت في الانتحار. وانا السبب؟ انت السبب. انا اسف. ارجوك ما تقاطعنيش، خليني اتكلم. في حاجات كتير قوي محبوسه جوه بقي عايزه اطلعها. يوميها كنت لابسه الروب وفي جيبي صورتك، كنت حاسه اني عايزه اعيط واعيط واعيط. دخلت الحمام فعلا وقفلت الباب، وفجاه حسيت بغليان حاجه زي الدوامه جوه راسي. وبعدين فراغ، فراغ عجيب، فراغ عمري ما حسيت بيه قبل كده. وبعدين ما اعرفش ايه اللي حصل. بعد ايام رجعت، بعد كام يوم رجعت، فتحت عيني تاني وشفت الدنيا، بس ما كانتش نفس الدنيا اللي انا كنت عايشه فيها. جمالات، كل الحاجات الصغيره اللي انا كنت عايشه علشانها، الفساتين والفسح والناس والمرايه، المرايه اللي انا كنت بقعد قدامها الليل مع نهار، كنت بقعد في اليوم قدام المرايه بقميص النوم ساعه واتنين، كنت بعبد ادفع حاجه عندي، جسمي. وطلعت من الضلمه ودورت في قلبي عليك، ما لقيتكش. جمالات، مش ممكن. كأنك شبح، ظل إنسان. جمالات، احنا نعرف بعض من 6 أشهر وكاتبين كتابنا. يا جمالات، كل الحاجات اللي كنت عاملة نفسي مش شايفاها افتكرتها. انت تقول لي مراتك، تقول لي واحدة ست هاتيلي اوضة نوم زي دي، اوضة سفرة زي دي، هاتيلي بدلة هدية، البيجامات حرير، طقم فضيات ومعالق. هي ايه؟ فضيات ومعالق؟ ما الناس كلها كده. الناس كلها قط. مش هي دي الحياة؟ امال ايه هي الحياة؟ معرفش، مش هي دي وخلاص. جمالات، كان غرض اعمل لك بيت وبيت. بالظبط. جمالات، الدنيا مظاهر، بيت راقي تزورك فيه زميلاتك، الست الناظرة، الست الموجهة. بالظبط. جمالات، انت واحدة ست. جمالات، انت واحدة ست مش قادرة تفهم الحياة. افهم انت. الرجالة صنفين، صنف يهمه الفستان وما يهموش اللي لابسه الفستان، ما يهموش حتى جابته منين ولا ازاي، والصنف انت سايبه. انت كده، انت بتلبس كرافطه ب 30 جنيه وفانيلتك من جوه وسخه ومقطعه وما تسواش شرم. انا عمال اسايسك من الصبح. اخرس. انت احقر نوع من الرجاله انتجته الحضاره. عن اذنك تعالي هنا. تعالي يا اختي هنا، انا اولى بيكي من اي حد تاني. قوليلي مين اللي تقدملك؟ محدش اتقدم. كيف؟ الغسالة اللي جابتلك واحد تاني احسن مني. مين هو؟ محدش اتقدم. مستحيل. الله، ايه الحكاية؟ هتتجوزي مين؟ مش هتجوز. الله،
وهتعملي ايه؟ المستقبل. هات ارجوك كل الكلام اللي انت هتقوله عارفاه وفره. هتعملي ايه؟ معرفش. ومستنيه ايه؟ برضو معرفش. قلت عشان حمدي؟ حمدي محكوم عليه بالاعدام. اخرس. هتقعدي قدامه؟ مفيش فايده. مفيش مدمن مخدرات بيقدر يبطل. ده استشهاد تافه ورخيص وملوش اي نتيجه. فؤاد ارجوك انا تعبانه ومش قادره اتكلم اكتر من كده. طب اديكي فرصه تفكري. لا. يعني مش عاوزه تتجوزيني؟ اه. ليه؟ يا فؤاد انت من عالم وانا من عالم تاني، مستحيل هنقدر نتفاهم. فؤاد انا متشكره جدا على الزياره بتاعتك. انت كده بتطرديني، بس انا بقى فاهمك كويس. انت احط واحده عرفتها في حياتي. انت عايزه تعملي بطل على حسابي وحساب اخوك المسكين. عاوزه الناس كلها تعرف قد ايه انت اصيله ونبيله. لكن ولو الناس كلها هتقول انا اللي سبتك مش انت اللي سبتيني. اه ايوه يا اختي، الناس كلها هتقول انا اللي سبتك مش انت اللي سبتيني. يا ملاد يا ملاد. ايوه حبيبي انا جايه لك حالا حالا يا حمدي. اه فؤاد، لما الناس يسالوك على القهوه ليه سبت جمالات، ابقى اقول لهم علشان اخوها حشاش. على اذنك. يا اخوة الناس دي، ده انا ممكن اتجوز ست ستها. اه والله ممكن اتجوز ست ستها. الله. انسان يقدر ياخد نفسين مع بعض. انا افضل انهم يعلقوني على المشنقه. الراجل مدي بني ادم نفس من الحشيش. تعرف يا حمدي انت عمرك ما قلت لي اتعلمت الحشيش ازاي؟ اه يا ملاد. فاكره الان فيرتر وسيرانودي بالجراك وعطيل وكل الوقت القديمه اللي احنا قريناها زمان دي؟ اه كانت ايام. انا مره قريت جمله بتقول إن الحب الأول لا يمكن يتنسي، ولا اللقاء الأول، ولا الخبرة الأولى. صحيح. اللي هما ما قالوهوش وأنا بقى اللي هقوله، ولا نفس الحشيش الأول، لأنه بداية المأساة. يوم أسود نحس ما طلعتلوش الشمس ولسه ما عدتش على المكتب. موظف داخل وموظف خارج. خد اكتب الجواب ده، عيد الجواب ده وخلي الهمزة فوق الألف. اكتب الجواب ده. اكتب
هات صوابعك وتعالى اكتب، الغي مخك وتعالى اكتب، حط دماغك في الزباله واكتب، اكتب 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 اكتب، خد فلوس عشان تكتب، انت حمار انت جيله، اكتب كله على المكنه السوداء القديمه يا جمالات. المكنه دي هي العدو الرئيسي اللي لازم احاربه النهارده وبكره وبعده، لازم احاربه وانا صاحي وانا نايم، لازم اخلص منه، لازم احطمه، لان انا لازم اتحول لدون كيشوت، انا دون كيشوت القرن العشرين. حمدي حمدي يا جمالات سنين بتمر ومفيش حلم ولا فرصه للخروج من سكه المكنه السوداء القديمه. يا جمالات لو انا كشفت لك حياتي كلها قدامك دلوقتي، لو قلت لك في اليوم الفلاني هتتجوزي فلان الفلاني، هتخلفي كذا عيل، هتعيشي بالشكل ده، مش جايز تحسبي الحسبه كلها تحس انها خسرانه وتقرري تنتحري؟ ايه؟ جاوبي عليا، لو كشفت لك حياتك ومستقبلك كله قدامك مش جايز تنتحري؟ حمدي يا جمالات الانسان بيستحمل مراره الحياه لان الغيب مش مكشوف قدامه، وانا مستقبلي كله كان واضح من يوم ما تعبت في سكه الاحماض الكيماويه ومع المكنه الزفت السوداء، خلاص كان حق ارفض الحياه، ما ده مش عجباني ارفضها. كتب ادي الكتب اهي، طه حسين والعقاد والملكي شكسبير جان جاك روسو كله طلع مصر، كله ضاع وانتهى في سكه المكنه السوداء القديمه. حمدي حقك عليا يا اخويا، انا اسفه اللي سالتك. سألتيني عن ايه؟ انا سألتك ازاي اتعلمت الحشيش؟ ايوه في اليوم اللي انا بحكي لك عليه ده، المدير بتاعنا كان راجل بيحب الفرفشه وكان حشاش برضه، ففي قعده كده قابل واحد شاعر قاعد يسمع منه وعجب قوي، اداله معايا تيجي عندنا الشركه، استلف جاكيته وبنطلون وجاب كارت توصيه كمان وجاب. ده المدير وقال لي خد ده شغله معاك واوعى تتعبه ولا تشغله حاجه، ده شاعر ده فنان. جبت له مكتب وكرسي وقعدته. قدر غريب في نفس اليوم جالي واحد صاحبي من الشرقيه وكان حشاش ورخ، قعد معايا شويه وفجاه طلع حته حشيش قد علبه الكبريت الكبيره وحطها قدامي، انا اترعبت، كان اول مره اشوفه، مش عارف خفت، اتهيألي ان حد هيشوفه معايا. رئيس صاحبي ده ضحك جدا، قال لي انت خايف من ايه؟ مر الوقت الساعه بقت 8، لقيت نفسي قاعد لوحدي في الشركه انا وهو. مين؟ الشاعر. طلعت في دماغي فجاه كده، شلت حته الحشيش رحت رابيها في اخر الاوضه، القضه زي الكلب شالها فضها شمها قطمها وجات له حال الجنان، وقف بيقول شعر ويرقص، يرقص ويغني، يقول شعر ويرقص ويغني، يقول شعر ويرقص ويغني، عمل زي وزير الهلالي، جاب مسطره من على المكتب خدها وعملها عصايه وقعد يلف ويرقص ويغني. تعرفي يا حبيبتي ازاي الدنيا اتخلقت؟ في الاول اتخلقوا عينيكي، في اليوم الثاني شفايفك، في الثالث قدك، حال الجنان، قعد يلف ويقول شعر ويرقص ويقول شعر. انا قلت ياه زولت، معقول الحشيش يكون بالعصبه دي؟ مديت ايدي في جيبي طلعت علبة السجاير وقلت له لف. ومن يومها ما بطلتش لف. وبعدين ايه؟ مفيش بعدين يا جبلتي، مفيش بعدين. انتهت، بقيت انا والحشيش وبس، لا عاد لي اصحاب ولا اهل ولا عيله ولا مستقبل ولا شيء على الاطلاق، انا والحشيش وبس. بكره امك تموت وانت تتجوزي وفتحي يتجوز، وهفضل انا والحشيش والافيون والشم والمخدرات وبس، لان كل شيء بطلبه من المخدرات بتديهولي، بتديني الحلم، والحلم عندي اهم من الواقع مليون مره. ايه انت مستني حد؟ لا يا حسن مين؟ طيب ما تخرج، انا هروح اكل. لا استني بقى، في ايه؟ مفيش. رمضان قولي للسحام دي الحاج رمضان عايز. مين ده يا حمدي؟ ده واحد صاحبي. خليك يا حمدي. ايوه هو ده. تعالى حمدي، خش انت، انا عارف، خش انت. مين يا حمدي؟ مش عارفه، مش عارفه. أهلاً مراحل.
اهلا يا سيد. اتفضل اتفضل. اشكر. قلنا ان انت كنت بتدور علينا امبارح. اه ده انا قلبت عليك الدنيا. انت كنتوا فين؟ على بالمؤاخذة ما كناش هناك. اصل المباحث قلبه علينا البيت، قلبه علينا الدنيا، بتدور علينا في كل حته. ايه حضرت الفلوس؟ الحقيقه لسه يا معلم. امال كنت بتدور علينا ليه؟ وطي صوتك، ماما جوه تسمعني. ماما يا روح ماما. اصل الماما بتاعتي انا ماتت من زمان. ماشي الباقي في حياتك. المهم اخر سيجاره كانت معايا لسه طفيها. عايز منك ولا بنص قرش؟ عايز احلق دقني والبس هدومي وانزل اقابل الناس واكلمهم. منين؟ منين ايه؟ معاك. وبعدين فلوسك كلها هتاخدها بكره الصبح ان شاء الله. هتجيب الفلوس منين؟ ده انت عليك 200 جنيه. ايوه انا هصرفها. لا اصرف ايه؟ انا ليا فلوس عند ناس هجيبهم واديهم لك، بس اديني نص قرش دلوقتي. مين ده اللي هيسلفك؟ ده انت اترفدت من الشغل. لا مش حقيقي، انا واخد اجازه. انا اترفدت من الشغل. انا اترفدت من الثلاثه. وقالت لي الشركه 630 جنيه. صح. والبنك حاجز على المكافئ. برافو عليك. انت فاكرني معاش انا؟ انا وسخ انت انا. بقول لك ايه؟ الفلوس ال 200 جنيه لو ما كانوش عندي بكره الصبح هتندبح. الدبان الازرق مش هيعرفك طريق جره. طب انت بتديني يومين ثلاثه بس تدبر وديني حاجه. لا تتدبر الليله. الليله امك ما عندهاش حاجه كده ولا كده؟ انت ايه بس؟ رمضان قرشين تكون محوشاهم للكافته ولا الدافن. هل حته صيغه؟ ما هي حضرتك تديني حاجه معقول؟ ما تاخدهم؟ ما تاخدهمش! انت تسرقهم! تسرقهم؟ اه. ولد بقول لك ايه؟ الفلوس دي باخدها منك بديها للمعلم الكبير. اه. هندفن واندبح في المقطم ولا من شاف ولا من ديري. اسمع يا روح ماما. انت تدفع 150 وانا اكمل لك الباقي. يا رمضان انت رايح فين؟ اسمعني. سيد. سيد افتكر انك مره جيت لي وما كانش معاك قطر واديت لك كل اللي في جيبي. بص اديني دي. امسك بايدك شم ما تخافش. اجدع حشيش نزل السوق اللي خلقك. نص قرش صافي من غير الورق. حلو. بارك فيك يا سيد. شوف. ها يا سيد فلوسنا هناخدها على دايرة المالين. المعامله معانا من النهارده خلاص. انت يلزمك يومك ال 30 40 جنيه مخدرات. هتجيب منين؟ والفلوس بقى ما جاتش بكره الصبح احنا هنعرف نشوف شغلنا. سيد اتعمل رمضان. ما هتنفع سيب البلد كلها. طب خليني اديني النص قرش ده. لا اديني خطين ابو سيد. ابو سيد اديني النص قرش. لا حول ولا قوة الا بالله. ابو سيد يا عم رمضان. ديلا ماشي. ربنا يبارك فيك. خطين. لا. خطين. لا. جزمتك. بقعد على جزمتك. لا حول ولا قوة الا بالله. ديلا انا. بس اقول لك ايه؟ زي ما قلت لك. تدور على حته صيغه من امك والبيت مليان ناس ومين عارف ورهنها في الصيغه ولما يبقى معاك فلوس تبقى ترجعها. ماشي. سلام يا حلاوه. مع السلامه. الله لا سايب. مع السلامه يا عم رمضان. احنا منتظرينك الليله ان شاء الله. ان شاء الله. حاضر. خد خد سيجاره مني وبوسطه. سلمني يا عم ماما. تشكر. مع السلامه. مع السلامه يا عم رمضان. فراشين في الشركه. كانوا عايزين ايه منك؟ لا ده مستعجلوني على تسيره حاجه في الشغل يعني. ماما انا عايز فنجان قهوه ساده بايدك يكون ما حصلتش قبل كده. يعني بقول لك ايه؟ انا ان شاء الله ما هيجي لي فلوس هشتري لك فستان ابيض ساده وهرجعك عروسه زي ليله زفافي. حاضر. فنجان قهوه بسرعه يا ماما. اساليني وقولي لي مين رمضان ومين سيد حنطوره.
اسالي 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 وخلصيني من اسرعتك. مش عايز جمالات قدامك. اساليني اساليني انا خلاص ما عادش حاجه بتهمني. جمالات روحي روحي اتجوزي ما لهاش حاجه بعيد عني. انا عارف انا كنت دمرت حياتك بس مش ممكن الاخاب يكون بالعذاب ده. ماما دي بتغلي معقول؟ حبيبي على مهلك شوية مش كده؟ خلاص أنا هشربك. نور يا ست أنا جاي أقطع النور بقالكم 3 أشهر ما دفعتوش. معلش الصبح هنبقى تدفع على طول. الله هو كل مرة كده كل شهرين تلاتة اجي اقطع النور من شقتكم وتروحوا تدفعوا الغرامة. انتوا ما عندكوش مخ. ابني عنده امتحان وبيذاكر اعمل معروف. هي شركة ابويا عشان اعمل معروف. اذا ما كنتوش قادرين على الساكن ده شوفولكوا حتة كده على قدكم. اسكت وطي صوتك الجيران حوالينا. جيران ايه وبتاع ايه؟ خش تقول لابنك الكبير ما وصلش النور بعد ما انزل. دي جريمة سرقة وانا ممكن اوديه في داهية. يا ابني بقول لك اعمل معروف الصبح هبعت البواب يدفعهم في الشركة. ابقى ابعتيه انا لازم اقطع النور دلوقتي. وعاوز اقول لك على حاجة الشركة ممكن تلغي العقد نهائي وما تدكوش نور تاني فاهمة؟ اعملي حسابك على كده. اعمل معروف. اعوذ بالله اسند السلم عدل. ها هذا النور. مش احسن من الصمت والزرار. بس انا بالليل هرجع النور برضه. هذا اخويا بيذاكر ملوش ذنب. حياتي كل ده بعد اذنك انا بس عايز 5 جنيه. منين؟ ده انا حارس اهو عمال اعد الفلوس ناقصين 2 جنيه هستلف من الجيران. لا لا ما هو ده 5 جنيه بس عشان انا مستعجل يعني. ها يا ابني وحياه ابوك وحياه رحمه ابوك ما في. شوفوا هتاكلوا ايه النهارده. ماما انا اصلي هاخد المكافاه بتاعتي 3000 جنيه وهديك اللي انت عايزاه. حبيبي اخوك بيذاكر عنده امتحان اولع له لمبه جاز بقى حرام عليك. ماما ماما ده انا حمدي يعني معزتي عندك بس مش 5 جنيه. ايه 5 جنيه؟ ما اقدرش افرط في ورا مليم لسه علينا ايجار الشقه 4 أشهر ما دفعوش. ماما اختك بتصرف على البيت حرام عليك. لا ما بقول لك 5 جنيه هتفتح لي محضر وموال. ايه بس ايه يا حمدي؟ انت مالك انت خش اوضتك. الله مش عارف انام ازاي. مالكش دعوه. ماما ماله في ايه؟ عايز 5 جنيه. طب ما تديله 5 جنيه. منين؟ ايه اللي ايه اللي هو بيدفعه؟ ايه اللي بنشوفه منه؟ 5 سنين اهو واحنا عايشين على معاش المرحوم. شفنا ايه منه؟ اكله وشربه وغسيله ومكوى ونوم. ماما وطي صوتك. خلاص طهقت مش قادره استحمل. ايه اللي شفناه منك؟ وطول اليوم سجاير 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 وكل يوم يبعت يشتري كباب وكفته وبسبوسه ما يديش الواد ده حته صغيره. وشاي شاي 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 على طول 0.5 كيلو سكر ما يجيبناش اخر النهار. يا ماما اسكتي خالص. مش قادره اسكت. اختك بتصرف عليك. يا ماما اسكتي اسكتي مش عايزه تديله ما تديلوش وخلاص. وانا عارف لو كلمت تاني هوريك شغلك. ايه انا ما اتخلقش اللي يوريني شغلي. انا بعد 6 أشهر هتخرج وابقى دكتور واشيل البيت واطردك بره. تطلب مني يا كلب؟ تطلب مني على تطلب مين؟ كلب انت مجنون مش قادر تتصور نهايتك هتكون ازاي. روح اسال واحد على باجي يقول لك. في الاول كان بجنيه وبعدين بقى ب10 وبعدين 20 لغايه ما وصل 100 جنيه وكل الانسانيه اللي فيك طارت مع الدخان. بعت بدلتك وسرقت اللحاف. مالكش دعوه انت. ليه انت اخويا لحم ودم ومش عايز يكون ليا اخ متعطل اعوره لغايه ما اموت. انا طلبت لها ايدي قبل ما مديها لواحد زيك. وبتقول لامك هاتي 5 جنيه من المعاش بتاع ابوك اللي مالكش حق فيه. معاش اليتامى عايز تاخد منه 5 جنيه تشتري بيها مخدرات. اخرس خالص. الحقيقه لازم تتقالوا بأعلى صوت. مخدرات حشيش وافيون عشان تحلم عشان تهرب من الخيمه اللي انت فيها. خلاص تعالى خش اوضتك جوه. ماما انا مش داخل اوضتي ولا هسكت. انت بتهرب يا حمدي بتهرب من حاجه مش قادر عليها وخايف منها. لكن الراجل الجدع بصحيح هو اللي يبص للحقيقه في عينها. ايوه ويهاجمها يا قاتل يا مقتول. العيان لما ينكر انه عيان حاجه واحده بس اللي هتحصل له هيموت. لكن دي عايزه شجاعه. شجاعه وانت جبان. انت جبان يا انت جبان يا حرام عليكم قلبي بقى حرام عليكم. سنين وانا ساكت وقلبي مولع. كتب عن مخدرات جبتها لك
المصحة ضحكت عليك وخدتك فرجتك على جثث الحشيش والافيون وضحاياها، حكايات اخترعتها عن المخدرات. كنتوا مستنيين ايه؟ معجزة؟ خلاص زمن المعجزات انتهى. وانت اكيد شيء واحد بس ده هيحصل لك يا حمد، هتموت رمة رمة ومش هتلاقي الكفن ولا اللي يدفنك. اسكت. لا سكوت بعد النهارده مفيش. وانت يا حمدي تذكر يوم ما تصيح في الشوارع الضلمه وهدومك خرق ومقطعه وتمد ايدك تشحت من كلاب الناس، لما تنام تحت البواكي وفي الخرايب مع الصيع والضيعين، تذكر ان ده جزاء عادل على اجرامك نحو نفسك. انت عايز مني ايه دلوقتي؟ انا حر اعمل في نفسي اللي انا عايز اعمله. ليه اخويا ليه بتلف على ماضيك وتدوس حياتك بالجزمه؟ ليه تسحب كل امل وتطفي كل نور؟ لكن انا عارف السبب. الحقد هو اللي خلاك تعمل كده. لا 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 انا عمري ما حقدت على حد. لا انت بتحقد وبتحقد. انا عمري ما حقدت على حد لان اصلا ما فيش حد له قيمه عندي. انت بتحقد عليا. ولا اوعى تقولها دي. ولا فتحي الجامعه انا اللي دخلتها لك، ولغايه الشهر اللي فات انا اللي كنت بصرف عليك. اخويا ولغايه الشهر اللي فات كنت بتقعد انت وجمالات تتناقشوا في الفلسفه والدين والفن، وما كنتش انا اللي في السنه النهائيه في كليه الطب بفهم حرف واحد من اللي بتقولوه. حمدي انت كنت الرمز اللي انا عايش عليه، المثل اللي انا عايز اقلده. ابويا مات وكنت انت ابويا حتى قبل ما يموت. حمدي تذكر يوم عيد المدير جلب بنفسه وسال عنك وبعت لك بوكيه ورد، الكراسي في الصالون ما كانتش مكفيه اصحابك. اسكت يا فتحي اسكت خالص. ما تهرش. مفيش موضوع كلام بيني وبين جمالات اللي انت. انت شلتني على ايدك وانا صغير وكنت بتجيب لي شوكولاته كل يوم. لكن لما بفتكر ده كله بتهيألي أقوم أقتلك لأني عاجز. عمري ما حسيت إني عاجز زي النهارده، وإيماني بالطب والحياة نفسها اتزلزل. مفيش أمل في إنقاذك، العالم كله ما يقدرش ينقذك. الأمل الوحيد كان من فيك، لكن أنت أصبحت كلمة. أصبحت رمة وعفن. لا أبداً، أنت مش رمة ولا عفن، لأنك نورت حياتي لغاية النهارده، ولا يمكن النور ده ما ينطفي ويتحرق مرة واحدة. حمدي بصلي، انت اخويا وابويا ومعلمي واستاذي. انت اللي علمتني ازاي اقرا، ازاي افكر، ازاي احس بكرامتي كانسان وبمسؤوليتي كانسان. حمدي الجريمه اللي انت بتعملها دي هتسحق حياتي انا من اولها لاخرها، لانك بتحرق كل ايمان في قلبي، بتحرق كل ثقه في المستقبل والحياه والعلم. لكن انت لا يمكن تقدر تعمل اي حاجه النهارده لانك اصبحت عبد. ايوه عبد. انت لو حر صحيح كنت بطلت المخدرات من زمان. بطلها ليه؟ رد عليا بطلها ليه؟ ليه؟ رد عليا بطلها ليه؟ لانها هتقتلك. بص بموت. ايه؟ ايه انا مين؟ ايه الحجره اللي العالم ده لو واحد زي مات؟ انا ولا حاجه. اقول لك مره جالي واحد خواجه في الشركه ضيف اجنبي، جابوا المدير يتفرج على الموظفين، جابوا لغايه عندي يفرج وانا بكتب على المكنه، بكتب بسرعه قوي. الراجل بسط جدا. قال له رخيص قوي بديله 70 جنيه. 70 باوندز. قال له اوه فيري تشيب، يعني رخيص جدا. انا ما اسويش بصله. بني ادم ماشي على ظهر يافطه. تايبست سعره 70 جنيه. دور على شغله ثانيه، معاك لسانس فلسفه. البنات مش عايزه لينا فلسفه. لازم تبطل. مش هبطل. لازم تبطل. مش هبطل. بطل يا جبان. مين اللي جبان؟ انا مش جبان. انا هحشش وافل. هاخد بطنه كوكايين وهروين، هاخد كل انواع المخدرات، وانا سليم وانا عيان بالليل بالنهار، هشحن خمسه وهنعم، هعمل اي حاجه، هشتغل قوام وهسرق. يا كلب يا كلب، هو انت خليت حتى قبل ما ابتديها. انا فظيع. بسبب وانا عارف، وانت بتتعذبي بسبب وانا عارف، كلكم بتتعذبوا بسببي، انما انا ما قصدتش ومش عارف اعمل ايه. قولي يا امي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ربنا موجود. اروح فين؟ اروح فين؟ اروح فين منكم ومن نفسي ومن العالم بحاله؟ اروح فين؟ رمضان 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 الكلب رمضان اللي جاب الحشيش والافيون والبودره والحقن لغايه البيت. رمضان لازم اقتله واخلص منه، لازم اقتله، لازم اعتل رمضان، لازم اقتل رمضان، لازم اقتله. في المفتاح. يا المفتاح.
ادي الواد لابوك يا حبيب. الولد بيعيط. صعبان عليا الواد. صعبان عليا الواد. شوفوا انا مين اللي بيقول ده. مين اللي جاي؟ مين اللي جاي هناك؟ انا حمدي. ده الواد حمدي. ايه؟ طب شوف الولع. ماشي. رمضان. رمضان. بعد رمضان فجأة. موجود. خش له جوه. بعد رمضان. السلام عليكم يا عم رمضان. سلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. هلا. جوز الولع هلا. ماشي. ازيك يا حمدي؟ الله يبارك فيك يا عم رمضان. ايه؟ عملت زي ما قلت لك؟ ايه؟ ايه؟ ال 200 جنيه. مفيش يا عم رمضان، اعمل فين انت عايز بقى. نوتني انا انتهيت خالص. الله ما خدتش ريحه السيخ من امك زي ما قلت لك. ما اقدرش يا عم رمضان، ما اقدرش. الموت اهون عليا. ولا يهمك. يا عم رمضان انا صفيت خالص. انا انتهيت، انا افضل انك تذبحني وتدفني هنا في الجبل. يا لا بعد الشر يا لا. تموت. ده اللي يرفع ايده عليك يقطع رقبته. يعني مفيش فلوس؟ منين بس؟ الشغل واترفدت منه، والهدوم وبعتها. انا اللي يديني فلوس دلوقتي يبقى بيحسن عليا والله يا عم رمضان. ولا يهمك. انا انتهيت. صفيت. انا لا اب ولا ام ولا اخ ولا عيشه نهائي. يا عم رمضان انا بفوت عليا اسبوع ما بكلمش حد. الجمعه بحالها ما بلاقيش حد اكلمه. والله ما عاد فاضل لي غيرك. ولا لاقي انا. بالعكس انت كل حاجه، ده انت حبيبي. طب ده انا لما جت الكبسه الكبيره هنا وجيت ما لقيتكش كان اهون عليا ارمي نفسي من فوق قصر النيل. وما ارتحتش غير لما شفتك. الله اسلم بقك يا علي. ايه ده؟ ايه اللي مسبح جوزك انت ده؟ هقول لك يا معلم رمضان. دي سكينه كنت جايبها معايا عشان اقتلك. سامحني يا عم رمضان. مسامحك يا علي. انا ولاد بلد راعي في الاصول. الواحد مننا ما يبيعش صاحبه ولا بمليون جنيه. فلوس؟ فلوس ايه؟ ربنا صدقنا معانا. هلا بص، فلوس زي الرز. انت عليك كام؟ انا عليا 200 جنيه. خد لك من المحفظه دي 200 جنيه. تهزقني ولا يا عم رمضان؟ خد لك انا محفظه 200 جنيه. هلا انا اللي عليا فلوس هاخد منك تاني. خد 200 جنيه. هلا اسمع يا عم رمضان. يلا خد 200 جنيه. هلا خد 200 جنيه. خدت كام؟ وانت عليك كام؟ انا عليا 200 جنيه. هات بقى ال 200 جنيه اللي عليك يا سحام دي. يعني دول خلصين الا من معامله. طب اديني نفس عم رمضان بقى. الليل طويل. اصلي بقيت على الحديد يا عم رمضان. الرفض ده اذاني تماما. وانت يعني كان لازم تشتغل لي في شركه مش عارف ايه. امال هشتغل ايه بس؟ انا لا عماره ولا فدان طين. انا الشغل عارفه من يشيل. انا فين الشغل ده؟ شاورني على اي شغل. انا مستعد اشتغل بالباع على حد. ايه؟ اشتغل معايا. اشتغل معاكم. ايه؟ اشتغل معاكوا ايه يا عم رمضان؟ لسه مش فاهم. وهتديني معايا؟ ايه؟ وعموله كمان. عموله؟ لا ليه؟ لا 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 دي تودي في داهيه. فتح عينك تاكل مقلبك. دي فيها اعدام يا عم رمضان. قلنا ايه؟ طب اقول لك انا على حاجه يا معلم. خليني امسك لكم الحسابات. لنا الحسابات عشان الضرب تخرب بيتنا. طيب طب انا مستعد احصل لكم اجار العمارات. ليه؟ واحنا على رجلينا ناشحين؟ معصرها انا ولا الواد شاطر؟ طب اديني نفس. اديني نفس. ليل طويل. اديني نفس. 1500 جنيه في الشهر يا ابني، ما هي وزير. واشتري لهم الكردان اللي انا سرقته هنا. اوكي ده ولاد الاصل. اشتري لك كردين وحلب وغوايش كمان. لا 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 دي فيها تأبيد يا عم رمضان. ولا يهمك. عم رمضان طب اديني نفس. الليل طويل. لا انا عايز نفس بقى. ما هو بقول لك ايه؟ اصل التعبير على قد. لا تعبير دين على قد. تعبير على قد ايدك. ايدك كانت ايدك.
اديني حجرين الله يخليك او شمك. صلح الولا عارف. ماشي. قول لي والمعلم بدو هنا مش موجود. روح قول له الزبون اللي ضامنه عندي ب 200 جنيه عندي خليه يجي يخلص معايا. لا 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 بلاش بدو والله خليك يا برافو. ليه ده راجل طيب هو اللي ضامنك عندي. لا ده هيقتلني هيذبحني. وعقلك في راسك. امال مين اللي عايشين ب 200 جنيه؟ انا؟ انت خايف لو هو يضربك وهو خايف للمعلم بتاعه يضربه والمعلم بتاعه خايف للمعلم الكبير يقتله ديت هي. ديت رصاصه بشلل والشغل كله متستف على بعضه. تاجر حشيش؟ عايزني انا اشتغل موزع حشيش؟ بلك انا بمر تحت ايدي في الشهر كام 300,000 جنيه وانا ايه؟ انا حيالله واحد من 20 بيشتغل مع المعلم. حساب انت بقى تاجر حشيش؟ عايزني انا ابقى موزع حشيش والحشيش يبقى عندك بالطرناطه. دي فيها مؤبد فيها اعدام يا عم رمضان. ولا يهمك وتحشش على كيفك ويبقى الصنف عندك ارخص من ملح يا ابني. ولو عاوز كوكايين هيروين بعدين بقى انا مخي بقى زاد تخون يا عم رمضان. لا لا فوق يا قلب فوق نفسك يا قلب اللي بمزاجتك له كله تلفه في سجاره لف تدخنه في كوزه دخن. وامك واخويا واختي ده انا الولد الكبير. لا لا الذمه فيها اعظم من المخدرات في الدنيا. اخرتها عم رمضان. لا لا ان شاء الله تعمل لك عماره ولا اتنين وتعيش قصدك. لا 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 تاجر مخدرات يستحيل يستحيل. واللي غلط يا ابني انا اشرب النفسين من دول واخش البيت ولا كينج كونج. ولا سحامي انت مش متجوز؟ لا يا عم رمضان. ليه؟ اصل انا ماليش في الستات. ولا يهمك ولا يهمك انا هجوزك واحده مخ معلمه معلمه عند الدنيا عندها قهوه ومصمت بنت الحاج مصطفى المحلاوي. يا سلام يا سلام سلم اربعه طن قشطه ولا خالك. أربعة طن قشطة غير الفوارغ. معاه الفلوس معاه الفلوس زي الرز. ودفتر شيكات دفتر شيكات معتبر يا ابني. قلت ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي بس؟ وهسيب لك ال 200 جنيه. ايه؟ جوزها بس انت مالكش دعوة. جوز ازاي؟ اصل احنا عايزين نسطر عليها يا ابني. ولا هي غلبانة ام الكسر عايزين نسطر عليها. قلت ايه؟ ها؟ خد نفس. شد يا قلب شد جامد ولا سايل. خد له قلب ماشي شد. دنيا غريبة. انا لو كنت بني ادم انا لو كان عندي دم. بقول لك ايه؟ مرة واحد حشاش نازل من بيته مسطول قوي نسى النضاره والمنديل. قال لي الله اولايا النضاره والمنديل حدفت له النضاره اتكسرت. قال لها ما تحدفيش بقى المنديل انا طالع اخده. حكش لي يا ولد. غريبه يا انا عمري ما شفت حشاش ولا في يوم زيك وليا في الكار 20 سنه. تالي قال ليه انا لما بتشد لك نفسين الهم بيكبس على نفوخك ونفوخ اهلك؟ ليه بتضحكني لما تشد لك نفسين؟ اه الله ده الواحد لما يبقى مسطول ولا مقفل القعده تبقى بسبب هلاله ومنجاه والله. ليه انا بتضحكني ده؟ مش عارف يا عم رمضان مش عارف. بس اول ما بمسك الجوزه ولا احط حته تليفون في بوقي ولا اخد الشده وابص الاقي قدامي جوز عيوني وسيم وحلمين مفيش احلى من كده. ويفضلوا بصين ومهما جريت لو حاولت استخبى تحت سبع ارض او جريت واستخبيت ورا الغيم يفضلوا بصين وبصر كلها حزن واستغاثه. ومهما كلمتهم او اترجيتهم او شتمتهم او اتحيلت عليهم ما بيتكلموش. على طول قدامي الصن قدامي قدامي. مرة واحدة حشاش يا عم رمضان. مش
مش عايز اسمع جنس صوت. انا الحشيش بس. لو نجمه من مدير طير في السماء اتحرقت وقعت على الارض، ارض الخراب والمعطم، والصوت جاي من بعيد، من بعيد قوي، واحده بتعيط على اللي راح، على اللي مات، على اللي ضاع ومش هيرجع تاني. ولو كروان طاير في السماء بيغني وبيقول الملك لك 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 يا صاحب الملك. الله 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 الله. ولو واحد ماشي بيشحت في الطرق، بيشحت من المحسنين، والمحسنين كلهم ماتوا، اعمى بيجر له طفل بيقول لله يا محسنين، حمدي بيشحت من ميتين، حمدي مدد ايده بيشحت من ميتين. الله 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 الله. ولا سعيد مع مين؟ ورينا على صوت الحشيش ده. اه يا معلم. الله ما كويس اهو. قول لله. امال ده ماله؟ قول لله يا محسنين. اوعى تكون وصلت للصنف اللي بيبيع في السوق. عيب يا معلم، انا عندي ضمير مهني. سؤال هيجنني مش لاقي له اجابه. نفسي اعرف انا عايش في الدنيا دي ليه؟ لا يا عم الله ابدا. العيون السود نفسها ما تعرفش تجاوب على السؤال ده. بره يا ابني. ايه؟ تحتها حدوته كده صغيره. مره ضربت واحد لقط مني زبون سكنتين فتحت كرشه. كان السجن ايامها رئيسها يا ابني. كان في سجن الخزندار. نسوان على رجاله، على اجسامك. اصله كان شلوي ولا ابوها سجن. نص الليل كده البوكس يخرج ويرجع تاني ومعاه 20 30 ست من اللي ماشيهم ماشي بطال دول. خلطه وهردبيسه. سوين على الرجال على العيال، قوادين منشرين وحرميه. اخر مولد في ليله كده قبل الفجر بشويه رجعوا لنا بحته افندي كده غلبان وبيكح. انا قلت ايه ده؟ حشاش ولا فيهم من حته تانيه وجاي تعدي علينا ده ولا ايه؟ قلت اضربه. خدت بالك اسحبني؟ اسحبني ايه؟ ايوه ايوه انا معاك. كمل كمل. قلت اسال شويش عبد الحفيظ. رحت لشويش عبد الحفيظ وسالته، قال لي الجدع ده يا شويش عبد الحفيظ. كان فضل انا وشويش عبد الحفيظ كان يحبني قوي ناصح قوي. قال لي ايه؟ قال لي ده سياسي. ايه؟ سياسي؟ اه وانا فاهم من بتوع السياسه. نسوان والرجاله كده بعدوا عنه خالص، ما كانش حد بيتكلمه، ولو طلب حاجه احنا كنا بنديها له. كان صفيف كده وقليل، واللي خلى لو عيل صغير كده خد قلم يجيبه الارض. وبعدين حصل ايه يا عم رمضان؟ ولا قبليه كان معايا ازازه حاططها في جيبه، كل ساعه والتانيه ياخد له حبايه ولا اتنين منها. سالته من باب العلم بالشيء ولا الجاهليه؟ قال لي الحبوب دي عشان ياسر مصطفى. كان اسمه مصطفى. ايوه وبعدين؟ قال لي كلمه لو سمعتها تقع من طولك. قال لي الدواء ده عشان السله يا معلم. ايه؟ انا عندي سله والعياذ بالله. عنده سله وقت ضد الحكومه؟ سله وغيب على الاسفلت؟ اه كان جدع زينا كده قوي. في ليله واحد منباشي كان فيه كفار، كان غلس قوي وغتت، دخل الحجز وزعق في وسط الحجز السجن المركزي اصلا. سجن هاصه جدع. نسوان على الجدع حلق سامك بقول لك. وبداوا ينادوا الاسامي. كل ما اربعه يبداوا اساميهم كده اهوت ويسمعوها يروحوا مقرفصين ويعدوا ويعيدوا. استلموا تسلم، ما خدت بالك؟ استلموا تسلم. سعادتك انت ما دخلتش السجن قبل كده؟ لا والله يا عم رمضان ما دخلتش. برافو عليك. بكره تتخاروا. المهم يا عم رمضان، ايه اللي حصل مع مصطفى ده؟ نادوا على الاسامي. نادوا على الولد السياسي ده اهوت، كان هو اسمه مصطفى، مصطفى البكري. جح كده وقال فهمت وراه ثلاثة أربعة. قام الشاويش الرزق دوت قال لهم أرفاصة يا كلاب. راحوا مرفصين كلهم إلا سي مصطفى ما رضاش يرفص. قلت له الله أرفص يا كلب. قال لا أرفص يا مجرم. قال لا شوش الكن مسك الكرباج في ايده وقال أرفص يا كلب. مصطفى كان بيقلك
وبرضه قال له لا. فوق ال 200 نفس يا ابني كانوا موجودين. وترمي الابره ترن. السجن ساكت. ساكت اهوس. وبعدين؟ ولا بليل. الراجل اتجنن. الأنباشي اتجنن وبقى وشه ده زي حته الكبده. والسجن السجن ساكت اهوس. ترمي فيه الابره ترن. هجم على الولد وقلع الحزام بتاعه ويلا ارفس يا كلب. مصطفى مصطفى كان بيكح وبرضه قال له لا. وبعدين الراجل اتجنن اتجنن ومسك الكرباج فوق ال 200 نفس يا ابني. حوالي 400 عين عمالين يبصوا له. وبعدين 30 لومانجي 30 لومانجي كانوا جايين يوميها الحبس كانوا واخدين افراج. عفو يا ابني عيال ايه الصلاه على النبي وحوش كواسر ومعاهم المعلم بتاعه كان قاعد بعيد اوي من غير ما يموت بصوت واطي. قال له حضرة الأنباشي قال له عايز ايه يا لومانجي يا مجرم؟ قال له عايز سلامتك عليا اقتراب التلاته من بيتي لو مديت ايدك عليه ما هتكون من خارج من هنا اللي هبشرحه. يا 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 الباشا اتجنن اتنطط قعد يزعق زي القرد ويشتم ويتجنن. انما سي مصطفى سي مصطفى ما رجعش. الله الله كان ولد 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 صحيح صحيح. ربنا يديله الصحه. سلام عليكم. سلام سلام عن بدوي. يا رجال سلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم عن بدوي؟ السلام عليكم. لا سلام ولا كلام. فين الفلوس يا ابن الرافض؟ حلمك بس يا بدوي حلمك. الله موت طول بالك بس ما طولش. فين الفلوس يا ولد؟ ها؟ واحنا هفيع ولا سعيد؟ عمين وعندها معروره وابن شلبيه وعصام الله. روح على معروره والنبي نسفلوا الليله في المعاد. حلمك بس يا بدوي طول بالك. يا موت تجيب لي اجيبهم منين؟ ها؟ ده المعالم بيدع خبر سنين بنخدم وقالين الاصل ده شنو؟ عم رمضان قوم معاه. يا عم رمضان قوم يا ابن الرفض. يا رمضان مين انا مستعد. خد انت هو واقفين كده ليه؟ شنو خلصوا عليه؟ يا عم رمضان هعمل كل اللي انت عايزه مني بس خليهم يسيبوني. بس يا بدر طول بالك بالراحه. ثلاث رجاله بالسلاح في الشرقيه واقفين على الباب. طيب تعصيب بكره معلم رمضان. طيب طيب معلم بدر اتفضل بس اتفضل. امرك بتقول عليه انا سايق عميل انا وقف راجل بقى بنلعب ايه؟ انت عايز منك ايه؟ 200 جنيه بلاد يا عم ال 200 جنيه بتوع على ربنا يكرمك يا عم رمضان. الله يخليك راجل هيشتغل معانا وبقى مننا وعلينا خلاص. انا مالي يا عم بالاذن بقى راح فين؟ لا سيد نفسيك كده ماشي. يا رب اهو اسمه اطلع بره خليك على الباب. رمضان خليك نشوف العطشان عايز كوبايه ميه. ايه ميه؟ شباب باذن الله انا سايق. شبابكم سايق انا ماشي عشا جاهز كله على قسط. حضرت الجوهر اللي قلت لك عليها جوهر الفراخ المحمره وصينيه البقلاوه. الله يخليك. سلام عليكم يا رجاله. سلام ورحمه الله. اهلا معلمه. اهلا وسهلا. سلم يا سي حمدي على العروسه. اهلا 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 يا استاذ. اتفضلي اتفضلي. اهلا اهلا. ازاي الشغل يا عم رمضان؟ والله الشغل الحلمايم اوي. الحكومه مزنقه علينا. والوالد مفيش. امبارح قبض على شهر ضبح الباقي ولاد الحلم. وده سيد اتفضلي. انت عارف ان انا ما بشربوش يا معلم. نفسين كده على الطاير. لا خلينا في المهم. المهم؟ ايه ها؟ نبعت نجيب المأذون؟ هو ده العريس؟ لا نقوم نعالي. لا 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 ما ينفعنيش يا معلم. ليه بس؟ عشان ما خاستك شويه. ده بكره يرد ويبعان. ما نسمعش يا معلم. الله ما انت هتعرفيه بقى يا ست زيزي. هتعرفيه زي بتوع النواشي ما بيعملوا. ده تحبسيه في الضلمه اسبوع ولا اتنين ياكل ويرد يبقى زي الحمار. يا عم رمضان اسكت انت بس انا هقنعها. شوف يا معلم رمضان بين البيع والشاري يفتح حالك. أنا كنت فاكرك إنك جايب لي راجل بحق وحقيقي. ده مشروع راجل يابا. الحشيش قطع نفس. أنت متقفن يا ولا؟ لا بسيط يعني. لا أقوم أنا بقى. ده تجيب له كده عرساية على قد وتجوز قاله بدل ما تبقى بضحكتكم بجلاجل. يلا بينا يا باشا. الله على فين يا
كلكم ولاد سبعه علي الحرام اللي هيخرج مننا حتى على رقبته. الله يا رمضان، شرط الجواز اللي ابوه. الله، وده ماله ده يا ست؟ ده راجل فندي محترم ومتعلم. ما يلزمناش المتعلم يا اخويا، انا عايزه واحد جاهل بس يبقى زيك كده. ما تعالي امور، عيب كل يوم تتاخدي تحرير وروحي طلعك من السجن. سجن؟ سجن مين يا هلا اللي دخل السجن؟ السجن؟ السجن يا سحامدي، اصل البوليس ده مفتري قوي. يلاقي حرمه فاضله كده لا احمر ولا اخضر ولا بودره ولا حاجه، ياخدها ويرميها في الحبس. يرميها في البوكس، وفيش وتشبيه وتحري وقضايا وطور ومحامين. على الاقل لما تكوني متجوزه افندي محترم ومتعلم كده ادعها شويش ما يقدرش يبص لك ولا يقول لك انت تلاته كيف. طب بسلامته بقى، ده هيدفع لي مهر قد ايه؟ عم رمضان اسكت انت بس، انا اللي هيدفع. اسكت انت، انت عايزه كيف؟ الله، هو مين اللي هيتجوز؟ انت ولا بسلامته؟ يا ست الراجل ده مننا وعلينا. يا الله، وانا تحت امرك من جنيه الالف، عايز ايه تاني؟ رمضان انا عايزك في كلمه. اسكت انت بس، ايه ولا بتاع الست؟ هلا زيزي، زيزي دي انا مربيها من ايام ما كان عندها 14 سنه. يتمنعنا وهن الراغبات. علي الحرام دي وقعت فيك وقعت في دباديبك من اول ما شافتك، من اول نظره. خش يا حواش. لا وانت السادس ده، انا دخت وجابوا لي الاسعاف. عم رمضان اسمع، عايز ايه انا؟ عم رمضان ايه يا ولد؟ انا ما اقدرش اتجوز. ليه؟ انا قايل لك وانت قلت لي ايه؟ هو يا معلم مش انت اللي جيت هو السيد عشان اجوزك؟ ابدا والله ما حصل. اسكت اخرس المعلم رمضان، انا مالك المقطم، ما تخلعش اللي يقول لي لا. هتتجوز يعني هتتجوز ولا سيد؟ مين؟ مازون ولا هوا؟ رمضان العصمه في ايدي يا ده العادي. رمضان نعم. انا كنت عايز اقول لك حاجه. يا هلا يا اخويا نفسك. هلا يا هلا يا هلا، انت تمثلك ده. لا لا وريه وريله. ابعد ايدك عني يا رمضان. الله انا بختشي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اتفضل يا معلم. اهلا يا سيد، ما حضرنا خير باذن الله. ان شاء الله. اقعد جنب جماعتكم. اهلا اقعد. اهلا يا سيد، ازيك يا سيدنا؟ اهلا يا معلم رمضان. عم رمضان انا مش هتجوز ولا اوعى تقف قدام انا قاعد. اقعد يا ابني. اهدى يا ابني، الجواز خير بدل الدواره والهلس. والست زينب ست فاضله وتقيه. اي أيوة والله. قول يا معلم. بنات الله، ما انت مجوزها قبل كده سبع مرات. خلاص 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 يا معلم، خلاص خلاص. اسم سيادته. اكتب اسمه حمدي. حمدي مين؟ حمدي حمدي. قول اسم ابوك. حمدي مبروك. السن كام؟ اكتب 30 سنه. والوظيفه؟ انا ما تكتب اي وظيفه. خلاص هتستقل. خلاص هتملي فيها بيت. اكتب يا اخويا احسن. خلاص خلاص. فين الشهود؟ فين الشهود؟ فين الشهود؟ سيد يلا يلا امضوا. ما تعرفوش تمضوا. البصمه، عارفين البصمه؟ فياس وفياس خلصوني. قلنا على حمد ولا امضوا. لا يا عم رمضان ما اقدرش امضي. ما تقدرش ايه؟ بقول لك انا مش حمدي يا رمضان. وقف يا راس. انا رمضان، انا بلد مقطم، ما تخلاش اللي يقول لي ايه. هتمضي على هتمضي؟ هتمضي على هتمضي؟ امضي. اما اقول لك امضي امضي امضي. مش حرس عادي. لا ده تعالى اضربوه اضربوه موتوه. هتمضي امضي يا خالد. هتمضي هتمضي يا خالد. هتمضي دم ساحة رمضان. والدم في كل دين كفارة بتحمي كل ذنب وخطية. لكن أنا مش حمدي، مش حمدي رمضان، مش حمدي، مش حمدي، مش حمدي.
خاطر ولا ولا حندك عشان خاطر رمضان. ابدا ولا جبت الميه. ابدا مش مع عم رمضان. ابدا هترجع لحضرتك. ابدا يا عم رمضان كده حبيب في ايدينا. عايز انسى الدنيا على رأي الحالي.
قصدك ليلى مراد؟ ليلى مراد لما كانت راكبه الحصان وتتمشي بيه بين الجناين وبتحب. انا كمان نفسي اركب حصان واحب. حب؟ بيقول الحب ده لذيذ قوي. هو عيب؟ اسال الله. مش انا بحب حسنيه؟ لا لا لا، حسنيه قالت عليها اني جبان. حسنيه؟ ايوه قالت اني جبان. ليه؟ عندها حق، انا جبان فعلا. بس انا مش جبان. لا لا لا، انا كنت متضايق علشان فلوس كاميرات اللي راحت مني. كنت عايز ان ماما حط عليها عليا من ورا الباب. كنت عايز اجري والسبب بقى انت. انا عيون امي كانت ضرايب على دماغي وعلى شعري وعلى كلي. لا باسمي حسيت ان انا زي الطفل زي الطفل. مفيش راجل ما مرش بالتجربه بتاعتك دي. ومفيش طفل ما بياخدش حصبه، لكن في اطفال يموتوا منها. واحد في 10,000. وانا الواحد ده. مساء الخير يا شباب. ايه ده؟ مالكم منورين كده ما شاء الله. حمدي جبت لك احلى بجامه في السوق. بص هتبقى عليك ايه؟ قمر قمر. بس يا جمالتها ايه؟ بص دي اللي كان عايزها الاستاذ فؤاد. قال لي اشتري دي يا جموله. انا اشتريتها بس مش لفؤاد، لحبيبي حمدي. يا سلام على الصفات بتاعك ده. ضرب لي تليفون ولا 16 مره، في الاخر اضطريت ما ردش عليه. ها وريني جبت ايه تاني. بس يا ولد بص القميص ده يا حمدي، بص جماله عليك، لونه هيبقى حلو قوي، والكرافته دي تلبسها على الجاكيت اللي بيتي. ماشي. هاي هات يا فندم، هات الادويه. ايه ده كل دي ادويه؟ بص بقى ما اقول لك، الدكتور محسن قال ان انت عندك نقص في التغذيه وفي الفيتامينات وفي الاملاح المعدنيه وفي كرات الدم والابراج. كل ده من الفضل دي بقى. ما هو يبقى الدكتور موجود في البيت. بس يا تلميذ حمدي ارجوك عشان خاطري لازم تسمع كلام الدكتور. الدكتور قال لازم تفطر وتتغدى وتتعشى. أيوة. حمدي هتغدى وهو كل حاجه. حمدي مالك انت عايز تنام؟ انا تعبان. عايل عايل عايل. طيب انا كمان عندي محاضره هلقيها مؤرخ البريطاني عن تاريخ الشرق الاوسط. طب خديني معاكي غير الهدوم بس. لا طب وده كلام، ولما نخرج كلنا نسيب حمدي لوحده؟ لا روحوا بس يا ماما موجوده، روحوا انتوا في النوم. طيب لما ارجع هصحيه. السلام المره دي مفيش سكوت. طفح الكيل يا ابني. انت مالك وماله؟ انت
ما بدفعلوش حاجه من جيبي، بس برضه هكلمه وهحاسبه. تعالى معايا بقى. ما ما تزقنيش. شبعت شبعت خناقات، شبعت تزعيق وبهدله. الجيران بيسمعونا كل يوم وبيجيبوا سيرتنا. انتوا ايه؟ حرام عليكم، لا ترحموا ولا تخلوا رحمه ربنا تنزل. خلاص المره دي مش هزعق، اما يبطل او اسيب له البيت وعزل. ليه يا ابني؟ ليه تزودوا اليومين اللي فضلني في الدنيا؟ مفيش حل غير كده، ما اقدرش اشوف واحد بيقتل نفسه واقف اتفرج عليه، واذا ما كانش هيبطل بالذوق والله هبطله بالقوه. قوه؟ اه. قوه ايه؟ ايوه والله العظيم اضربه، اكسر له رجله ولا ايده، امنعه من نزول، احبسه. والله ابقى الجواسيس يمشي وراه في كل حته. طب لو رست هبلغ عنه البوليس وادخله السجن. ليه يا ابني؟ ايه اللي هيفيدك من ده كله؟ حمدي هيبطل، وحياة رحمة أبوك حمدي هيبطل، بس لسه ما قامش الأوان. قال الأوان ومكتوب على الجبين، كل ده كلام فارغ. أنا لو أعرف هو أدمن ليه، كنت أعرف إزاي أخليه يبطله. كل شيء ليه آخر يا ابني. أبداً. الواد عايز يموت. أنت لو شفت الناس اللي بيجوا المستشفى كل يوم، جثث عايزة تعيش. جثث هربانه من الموت بالالوفات والبهدله والعذاب والالم اللي بتحملوه. امي مفيش حيوان بيحب الحياه قد الانسان، ومفيش انسان بيكره الحياه قد حمدي. فعلا حمدي عايز يموت. دلوقتي لو كان راجل بصحيح كان زمان موت نفسه من زمان وريحنا منه. اسكت بقى، اسكت، حرام عليك. فتحي ايه اللي جرى؟ ده انت كنت بترجع من الكلية عليه طاير، تنده عليه من الباب، وعلى شوية هتاخده بالحضن. ده انا كنت اقومكم للغدا بالعافية، وطول الليل طول الليل تقعدوا تتكلموا مع بعض لحد الصبح ما يطلع عليه. فتحي فتحي في ايه بس؟ خلاص ما بقتش اطيقه، انا بكرهه، لان مهما اتكلمت ما بيسمعش، لان مش همه جنس بني ادم في البيت ولا في الدنيا كلها. ماما ماما غيري هدومك وروحي اقعدي في بيت خالي. ليه؟ روحي اقعدي في بيت خالي. انا هقعد معاه 10 ايام ليل نهار، هدرس واشوف حالته ايه واعرف ايه الحكايه، يمكن اطلع منه بحاجه جديده. وكمان كمان عندي بحث جديد عن السرطان عايز اخلصه. يي سرطان وزفت. ما هروحش. ايه اللي يخليني اسيب بيتي واروح اتنطع في بيوت الناس؟ ياما سيبيني انا هقعد معاه. ابني عيان ما سيبوش. ياما اسمعي، ده انا يا ميل عليه زمانه، اسيبه؟ حمدي عيان اسيبه واروح؟ ياما طولي بالك، خدي اخر كلامي. لما افضل انا وهو بس لوحدنا مش هسيب ولا دقيقه. انا اقول لك ايه؟ اما اشحك على ابني من كل باب لقمه، روح انت اقعد في بيت خالد، انما انا مش هسيبه ابدا. هو ايه ده؟ وانا هاكله؟ ابني ضنايا ارميه، ابقى بنت الاصل هناك. انا هقعد معاه مش هنزل ابدا، هشوف المساله ايه. ياما في طبيب. الطبيب ربنا. انا مش هسيب حمدي ولو علقوني في مشنق. اشربيه، انت حر. ايه الجهل ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا دكتور؟ بتزعل امك ليه؟ امال لما تتخرج بعد شهرين هتعمل ايه؟ هترميها في دار المسنين؟ الواد ده مالها؟ حمدي الحاجات اللي جابتها لك جمالات فين؟ هي جوه في الدولاب. طب وراها ايه؟ ايه ده؟ انت مش مصدقني يا امي ولا ايه؟ بس يا ابني عشان قلبي يستريح. امي يا حبيبتي انا لو كدبت على الدنيا كلها يمكن اكدب عليكي. انت امي واختي وحبيبتي كل حاجه ليا في الدنيا. اه يا حبيبي. بس امي خلي اوقات انا هفتح الباب. خش انت. ربع ساعه بالظبط. ازيك يا حمدي؟ حمدي انا جايبه لك خبر حلو قوي النهارده، بعت لك طلب تعيين، الحكومه هتعين كل خريج الاداب. ازاي؟ انت ما سمعتش حاجه عن الموضوع ده؟ الجرايد بتكتب عنه كل يوم. ما بقتش اقرا ولا مش حاجه. المهم بعت لك طلب التعيين، الجرايد بتقول ان الحكومه هتعين كل خريج الاداب، وفي ظرف يومين من استلام جواب التعيين. انت مش مهتم بالموضوع ده خالص؟ يعني هو انت مش طول عمرك بتشتكي من المكنه وبتقول عايز وظيفه تناسب مؤهلاتك؟ مؤهلاتي؟ ايوه مؤهلاتي. ما حصلش حاجه يا حمدي، الماضي كله ممكن يتنسي.
يا حسنية مفيش حاجة تتنسي خالص نهائي. سيبها من الموضوع ده. وبعدين ايه ده؟ انت أنيخة أوي النهاردة. ليه مش ممكن؟ أنا سألت نفسي. يا حبيبتي اسمعيني. أنا مفيش بني آدم تعرفه أمي ولا جمالات ولا فتحي إلا لما عرف حالتي وقدر رأيه فيها. الزبالة والمكواجي والغسالة كل الناس. أنا انتهيت أنا ليه جيفة. حمدي اسم الله عليك يا حمدي اسم الله عليك. يا حبيبتي افهميني. أنا دلوقتي ما بقدرش أبص في عينين الناس. لما جرس الباب بيضرب ببقى خايف وانا رايح افتحه. وبعدين لما بمشي في الشوارع الضيقه في الحواري والازقه ما بقدرش امشي في شارع منور. حمدي علشان خاطر حبيبتي انا انتهيت. الله حلوه قوي التصويره بتاعتي. الشبكه بتاعتي حمدي عشان خاطر تروح الوظيفه. بس ايدك قد ما انا كتير. هي الوحيده اللي فاضله من كل اللي كان بيني. حسنية خلينا نتكلم بصراحة. احنا المفروض نصفي. لا انا مراتك وحاضر مراتك على طول. يا حسنية ده انتحار. انا مفيش فايدة مني نهائي. انا زي ما انت قلت بالظبط انا انسان جبان. انا ما قلتش انك جبان. اذا كانت الكلمة دي طلعت من بقي غصب عني ابقى غلطانة الف مرة وانا اسفة الف مرة. يا حسنية يا حسنية. ايوه يا حمدي اسفة الف مرة لانك الراجل بتاعي من 10 سنين. انا مره ماما ضربتني وكان عندي 12 سنه قلت لها انا هقول لحمدي واخليه يوريك. يا حمدي جاي دلوقتي بعد السنين دي كلها من الاحلام والامان بعد ما كتبنا كتابنا بعد ما حطينا رجلنا في الجنه جاي تقول لي خلاص. ازاي اقدر ابتدي من تاني؟ ازاي اقدر انسى الحب اللي عشت له عمري كله؟ ازاي؟ حمدي انت اكيد بتحب واحده تانيه. حسنيه اقسم لك انا عمري ما عرفت واحده غيرك. اكيد اكيد بتحب واحده تانيه. ده انا عمري ما حطيت ايدي في ايد واحده غيرك. مش ممكن. تعرفي انا بحبك قد ايه ومحتاجك قد ايه؟ لا 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 يا حمدي لا لا انا سالت. الحب شيء قوي وجبار ورهيب. مفيش حاجه تقدر تهزمه الا الموت. حتى الحشيش والافيون واقوى المخدرات اللي في العالم. مش ممكن مش ممكن تلغي الحب من قلب انسان ولا تلغي حاجه الانسان للحب. ايوه انا احيانا بحس ان انا عايز ادفن نفسي جواكي. وليه ما بتعملش؟ ليه يا حمدي؟ ما اقدرش. حسني انا حصل جوايا شيء بشع جدا. الانسان العادي لما يدمن المخدرات جايز ما تعملوش حاجه انما انا اللي حصل جوايا دمرني افقدني ادميتي. ومفيش راجل في العالم يقدر يعاشر واحده ست وشعوره بالكرامه والسياده منعدم. انا حصل جوايا شيء فظيع. حمدي قول لي ايه اللي حصل. لا لا استحاله اقول لك اقول لها ايه سبب العالم. حسنيه وتقبليها احنا اللي بينا انتهى. حمدي انا ماشي. مع السلامه. ماشية مش راجعة تاني. أعتقد إن ده أفضل. يلا مع السلامة. يا ربي يا ربي تعمل فيا كده.
ربنا ان ده حصل دلوقتي. لو كان حصل بعد الجواز كان بقى مصيبه. مش عايز اياد. طيب يا حمدي انا ماشي. مع السلامه. الليله حتى الجواب هقبل الترقيه واتنقل من مصر. ايه؟ تتنقل من مصر؟ عارضين عليا الترقيه بس اتنقل من مصر. ومال؟ بقى اتنقل من مصر. وانت؟ انا لو حصلت المعجزه وده وعد مني حسنية. لو حصلت المعجزة هجيلك. لو كنت في اخر الدنيا هجيلك، لو هصحف على بطني هجيلك. أنا مش هستنى المعجزة. إيه؟ مش هستنى المعجزة. يعني إيه؟ مش هستسلم. هتعملي ايه؟ مش هسمح لشويه افيون قذره انها تهزمني. شنيه؟ هلم هدومي واحطها في شنطه، هاخد تاكسي وحاجة على هنا، والليله هبات معاك على السرير ده. حسنيه حسنيه تجننتي يا حسنيه. اسمعيني مش انا اللي فاهم يا حسنيه. ماما ماما يا ماما. ايه حسنيه؟ ايه تعالي شوفي البنت المجنونه دي، دي عايزك تبقى ضامن وضعت البيت. ايه؟ في ايه يا ابني؟ ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ حمدي فين الحاجات اللي جابتها لك جمالات؟ في النيل يا الدولاب. وريهم لي. افتح الدولاب ده حالا افتحهم. سقت عليك النبي تسكت، تعالى معايا دلوقتي. مش هسكت، انا لازم اشوف الحاجات دي راحت فين. افتح الدولاب يا ابني. ابوس ايدك انا هخليه يفتح الدولاب، تعالى معايا دلوقتي. مش منقول من هنا. انت اللي علمتيه الحشيش وانا اللي هخليك تبطله. على فتحي اخلص اقعد اسكت ساكت خالص. هخليك تبطله غصب عنك، ان ما كانش بذوق يبقى بالعافيه. والله اضربك، اكسر لك رجلك واعجزك ما تقدرش تنزل. ابقى وريني بقى هتشتري المخدرات ازاي. عارف انا بتاع مسامير ليه؟ واحد صاحبي عامل زيك كده بالظبط اسمه رمضان. وحشاش زيك. سقط عليك النبي تيجي معايا بقى. حرام عليك، امكوا غلبانه. ايه ده؟ خالد بس لو كان عندك شجاعه صحيح كنت فتحت الدولاب. ايه؟ لكن انت كمان جمال. قول ايه؟ جمال يعني؟ جمال عارف اقول لك كلمات تاني هخرب بيتك. كمان ايه؟ ايه تجربتك الاسرائيليه عشان تعرف اذا كنت جبان ولا مش جبان؟ اللي هيقول لك كلمات دي هقطع رقبته. بس اخوك الكبير بقى. انا ما كانش يهمني لو كنت جبان صحيح. انما انا عمري ما كنت جبان. بس لازم تبطل المخدرات. يا سلام. تفتكر هبطلها عشان تقعد تزعقني؟ بطلها. لو كنت شجاع صحيح كنت بطلتها. يا بني ادم افهم. انت مش فاهم حاجه. بطل ليه؟ انا مشكله الحصول على المخدرات عندي اسهل مليون مره من مشكله مواجهه الحياه. الحياه؟ الحياه اللي بيواجهها الف مليون مخلوق، المكسح والعاجز والمشلول، الحياه اللي بيواجهها الناس من ملايين السنين بسهوله وبساطه، انت لوحدك عملت منها مشكله، ومشكله ما يقدرش يواجهها. يا بني ادم افهم، الملايين اللي انت بتتكلم عليهم يا بني ادم بتاع الحقيقي، ده انت عيل صغير والنجاح السطحي عام عليه. يا بني ادم الملايين اللي بتتكلم عنها دي ما بتواجهش الحياه، دول بيعيشوها بس. بياكلوا ويتكاثروا ويتناسلوا. اذا كل تكاثر. ما اقدرش. ليه ما تقدرش؟ لان انا مش حيوان. ولما تقفي انت بقى انسان. هفهمه ازاي؟ لازم تعرف ان انا لما بقوم كل يوم الصبح من النوم بيبقى قدامي هدف محدد عايز احققه، هو الحصول على المخدرات. لو لغيت الهدف ده مش هيبقى قدامي هدف تاني في الحياه. خلاص حط هدف محله. مفيش. ليه يا بني ادم؟ ما اقدرش اجيب اي شيء اقوله كون هدف فيكون. ليه ما تقدرش؟ ما عادش في شيء في العالم ممكن يستثير عواطفي تاني. لا انت عمري مفيش. لا الاسره ولا الحب ولا النجاح ولا الفلوس ولا اي شيء في العالم ممكن يستثير همتي تاني. لا انا هقول لك، زمان قوي وانت صغير طفل عندك 4 سنين مره نزلت على السلم اتكعبلت وقعت دماغك اتفتحت. خدناك يوميها انا وجمالات شريتك على ايديها ورحنا وديناك للدكتور. قعدت تعيط وترفص وتصرخ. الدكتور عالج لك الجرح وقال لك بكره في نفس الميعاد. تاني يوم خدناك كنت تعيط وترفص وتصرخ، واليوم اللي بعديه واللي بعديه اسبوع لغايه الجرح ما خف. الدكتور قال خلاص ما تجيبهوش تاني. اللي حصل بعد كده لا يمكن هتصدقه. ايه اللي حصل؟ شيء غريب مش هتصدقه ولا اي حد هيصدقه. الكل هيقول حمدي ده بتاع مخدرات بتاع افيون وشم، واللي بيقولوا ده تخريف. اللي حصل ان انت وانت طفل صغير كده كل ما
يجي بعد الدكتور كنت تعيط وترفس وتصرخ وتقول ادون للدكتور ادون للدكتور. حاجه عجيبه. عجيبه، شيء غريب، انجذاب غريب ومرعب اكتشفته من الحاسه دي، من الانسان والعذاب، من الانسان والالم، من الانسان والدمار والموت نفسه. موت طفل يبحث عن العذاب اصله مش حقيقي، مش حقيقي ان تعيين الشعر في الشركه وانا صاحب اللجنه الشرقيه ان دول اللي خلوني ادمن على المخدرات، لان كل شاب بيصادف حياته بحشيش ومافيون وبيجرب، بس مش كل شخص بيندفع لحد الادمان، ومش كل مدمن بيوصل لحاله الانتحار اللي انا فيها. طب امال ايه اللي خلاك تدمن؟ ايه اللي خلاني ادمن؟ فتحي فتحي عشان خاطري روح اوضتك دلوقتي ارجوك. خلاص 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 انا هقوله. فتحي حمدي بيتعب من الكلام، ارجوك تروح اوضتك. انا كان قصدي اعرفك. انا هعرفك. اقعد اقعد يا كمان هقوله. اقعد يا ماما. بس حبيبي يا بوتاجاز سيبي بوتاجاز دلوقتي. سيبيه. اسمع، انا زمان لما كنت في سنه ثانيه في التجاره كنت بكتب اسمي على كل مكان يقابلني، على السبوره وعلى التخته وعلى الحيطان، دوره الميه، اي مكان اي مكان. حمدي مبروك دبلوم تجاره. بعد ما خدت الدبلوم عمري ما كتبته. يوم ما نجحت رحت لابويا وقلت له انا نجحت. قال لي روح لخوالي ثابت، هو كان بيشتغل عنده في العتبه. وقال لي خد معاك الشهاده عشان الراجل يديك البقشيش. البقشيش خدت الشهاده ورحت عند الحيوان. قال لي النتيجه طلعت، قلت له لا. طلع بجيبه 20 جنيه ده لي ونادى الطباخ وقال له خد الواد ده عشيه في المطبخ. انا ابويا كان منافق. حرام عليك حرام عليك بقى. بس انا بحب زيكم واحسن منكم، لان انا كمان بعطف عليه. لكن ابويا فعلا كان منافق. المهم الراجل ده اداني كارت عشان اتعين في الشركه اللي انا بشتغل فيها. خدته ورحت عشان اقابل المدير. جلنف جلنف على صدره طن لحم. كلام عمره ما قرا كلمه واحده مكتوبه في الكتاب. وحوالي الافنديه موظفين لابسين حرير في حرير. قبل ما ادخل له مكتبه قال لي امشي اطلع بره. وتعينت في الشركه. كنت كل يوم رايح الصبح بتمنى الاقي اتحرقت او اتهددت او وقعت لاحق من الدنيا وانا فاكر تحس ان انا سالك سنين او هربان. ولقيت نفسي فجاه تايه ومفيش هدف ومفيش حاجه قدامي ومفيش لذه. كنت ادور قالوا لي على الخمره وعلى الهلس وعلى القمار كله 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 جربته وبرضه مش شفتش بديلي، مفيش قدامي حاجه. لقيت نفسي تايه وفي عالم كله اشباح ومصيره كله الانتصار والموت الدمار كله كله انسان طيور شجر بحر كله هيروح وانا وحيد في عالم وحيد شديد وتايه وضايع. في الفتره دي بالذات اتعين راجل الشعب في الشركه وصاحبي دجاج الشرقيه. صدفه مركبه يا بني ادم. افهم انا بحكي لك حكايه بني ادم. حكايه حيوان دي مش حكايه انسان. بطل بقى فتحي ارجوك ما تتكلمش بالطريقه دي. اه لازم اتكلم بحساب عشان ما اجرحش شعور المفكر الكبير. لازم احترم محدوده اللي فرضها عليه العصر. الملل والسلم والبحث عن هدف حكايه حيوان فعلا. عايز تعرف اخر حاجه عملها العفن والانحلال؟ شايف دي؟ اهي دي تمن البيجامه والقميص والكرافطه والادويه اللي جابتهم جمالات. يا كلب يا وعيد يا كلب يا وعيد. بس بقى بس فضحتونا في العماره. سيبوا يا فتحي مفيش فايده. لا سيبوا لازم نمنعه من القوه. قوه مفيش حد يقدر يمنعه من القوه. المنحلين اللي زيك اللي بيستخدموا الثقافه سلاح يدافعوا بيه عن حلالهم لازم يتحجر عليهم، لازم يتقدموا ويترموا في السجون وينضربوا. اخلص. في واحد زي كده حاول يمنعني من القوه، كان ممكن اموت وقلت لا، ودلوقتي لو هموت هقول لا. ودي عقليه دي؟ دي عقليه طفل. لا دي عقليه راجل. انا لا يمكن اقول اه. ليه؟ لان لا هي الرد الوحيد على الارهاب. انا لا يمكن اركع ابدا. انت بتسحب على بطنك. بسحب على بس باختياري. اختيارك؟ هو اختيارك النظره البهاء والغباء والاستجداء. اسكت بقى اخوك خلصان خلقك. حال بقى مش كده. انا ما خلصتش عمري ما خلصت. ميت ميت من زمان. انا لو محلك كان لازم ادور في جسمي كل يوم الصبح يمكن الاقي دود. اسكت. انا عمري ما كنت ميت. انت اعمى. الافيون عماك. كلنا عشان نخلص بنتمنى لك الموت. يوم ورا يوم. انا اسكت خالص.
لغايه الشهر اللي فات كنت بشتغل وكنت بدفع في البيت ده فلوس. كان طبعا الفطار بيجي لي وفيه حتتين لحمه. من الشهر اللي فات بيجي وفيه حته واحده ويوم عن يوم بتنقص. انا يا ابني اسكت يا عم انا مش بتكلم عليكي. وده بنات يا بنات لانها مثقفه وبتعرف تكذب كانت بتديني فلوس وتجيب لي حاجات. لكن قدامكم تقول الفلوس ضاعت او اتسرقت او اي حاجه كلنا عارفه. كله عارفه ومسجله ان احنا كلنا سجلناها يوم بيوم وساعه بساعه. كل اللي حصل لي معاكم بتسجل ومكتوب هنا لحظه بلحظه وثانيه بثانيه. انت كتبت مذكرات؟ كتبت اي حاجه؟ لا معاش حاجه راجل بعد ما اموت. اسم الله عليك اسم الله عليك يا حبيبي. ايه يا اولاد القعده الغم اللي احنا قاعدينها دي؟ فتحي قوم خش اقرا لك كلمتين وانت خش يا جمالك جوه. دي عين مصابتنا يا اخواتي. حمدي ايه اللي خليك تكتب؟ انت عمرك ما مسكت قلم. لان عمري ما كان عندي دافع للكتابه. لكن بقى لي مده كل اللي حصل في حياتي يجي لي لحظه بعد لحظه وصوره بعد صوره كانه حصل امبارح بالظبط. فاكره يا جمالات يا جمالات فاكره يوم ما لبست الراجل وقفت في الشباك عشان تعكس البنات اللي ماشيين في الشارع؟ انا اول مره اعرف الحكايه. يا جمالات يا جمالات يا بنات ما كنت بني ادم وكان بنقعد كلنا ناكل هالطبليه كلنا في طبق وابويا في طبق لوحده. كانت ساعات عيني تيجي في عين جمالات نبقى عايزين نضحك ابويا يشوف كان الدم يفور في عروقه. كنت بتحجج بقى حجه واجري على المطبخ وجمالات ورايا وانك نقعد نضحك لما نموت على روحنا من الضحك. جمالات اسمها كان في لساني من الوقت ده زي الشهد. كنت بحس اني ما مش من ناكل جمالات على طول جنبي في كل مكان. ولا يوم ما لقيت المفتاح بتاع الصندوق الاسود فوق السطوح جابته وطلعت فتحت الصندوق لقينا كنز قرينا احنا بلون وزهره القرمزيه والفرسان الثلاثه. بعدها جيت منفلوطي والزهيه وطلع حسين وناجي محفوظ. كنا بنقرا كل يوم بنقرا. الواد صغير طلع لقى البيت كله بيقرا راح اشترك في مجله الاطفال. بعتوها مره نكته وصورته ونشروها وادوا 5 جنيه كان هيتجنن من الفرح. فاكره يا جمالات لما انا كنت بني ادم؟ فاكره يا جمالات ولا مش عارف ايه اللي جرالي بره؟ اول يوم جمالات لبست فيه تعب عالي معرفش من جوايا حسيت بخضه وان شيء غريب حصل. ولا يوم الست بتاعت الودع قالت ان انت جالك عريس جريت استخبيت تحت السرير وقعدت اعيط. كنت بني ادم قبل ما ابقى لب وعفن. بس البعث جاي البعث جاي والله يا جمالات. انا مش ممكن اسمح بحاجه زي دي تحصل. انا المسؤول عن البيت. انت مش مسؤول عنه. لا مسؤول ونص. كل رفيوج بتاع مخدرات ما يمنعش المخالف. مين هيكون مسؤول عن الطفل ده؟ ها مين طفل مشوه وابوه معتوه؟ مين هيكون مسؤول عنه؟ انا. لا انا اللي هكون مسؤول عنه. حسنيه اسمعني، انا دكتور ودرست الموضوع وناقشته مع اساتذه كبار منهم دكاتره جايين من الخارج. مش ممكن يقدر يبطل. لا الله انت هتقتل العلم. العلم ما فيهوش اي عواطف ولا تضحيات. كلام فارغ. جهازه العصبي تلف خالص. المخدرات بقت ماشيه في دمه، بقت جزء من لحمه وعظمه وكل خليه في مخه. يستحيل يقدر يفكر ولا يعمل حاجه. انا شخصيا ما ادلوش اكتر من 6 اشهر. اسكت بقى، كلامك زي السم. اسكت يعني ايه بس؟ عايزه تودينا في مشاكل ما تنتهيش. حتى علاجه مستحيل. حتى لما توديه مستشفى او مصحه، اول ما هيخرج منها هيخرج عن المخدرات. جمالات حسنيه، انا مش ممكن ادخل عواطف في حساباتي. انا بحبه اكتر من اي واحد فيكم. لا انت بتكرهه. انا ايوه انت.
انت بتكرهه وتحتقره لانه زل زله بتحتقره، لكن انا بحب محترم. الليله حبات معاه غصب عنها، فاهم؟ لاني بحب. هكون اسعد واحده في العالم لو خلفت منه. اوعى تفتكر اني بضحي، لا، اللي بعمله ده قمه الانانيه، لانه هيكون في محنه زي عليا انا وهو والعار اللي شايله. هستحمل كل حاجه عشان بحبه، عشان حبي ليه هينقذه، هيعيده للحياه من تاني. كفايه انت فاكره نفسك في السيما؟ جمالات ما تتكلمي، ساكته ليه؟ ماما هتسيبوها تتجوز افيونجي؟ حسنية جاية تتجوزي جثة؟ هو ده جزاء الاحلام والاجرام؟ انت اكبر عادل اخوك. انا اكبر عادل من الاحلام والرذيلة. انا راجل بتاع علم، ما اخضعش للمنطق والعلم. والعلم بيقول ان كل المدمنين عناصر فاسدة، زبالة، منحلة، وهو كده. ولو الحكم حكمي لا طردته من البيت، لا دسيت عليه حتة افيون وبلغت عنه عشان ياخد معبد ومرتاح. اسكت يا فتحي. ايوه، العالم ما بيحكموش ولا ينتصر فيه الا حاجة واحدة بس، القوة. وهو أبشع مثل للضعف والاستسلام شفته في حياتي. أنا كل ما بشوفه قدامي بقرف منه. اخرس. ما تقوليش اخرس. مفيش مخلوق في العالم يقدر يوجه لوم للراجل ده. لأن مفيش مخلوق في العالم ما غلطش. ومفيش مخلوق يعرف قد إيه هو إنسان ونبيل ورقيق. ولا قد إيه يتحمل عذابات ما يقدرش حد غيره يحتملها. وإيه هي بقى العذابات دي؟ صنف الافيون ما كانش نضيف. ما تسخرش. الحاجات اللي ما تقدرش تفهمها ما تسخرش منها. حمدي قدر يعمل اللي عمرك ما هتقدر تعمله. حمدي قدر يكسب حبي وحب امي وحب جمالات، وده عمل بطولي عمرك ما هتقدر توصل. انا مستغني عنه. وبكره هتحتاج له وهتتعذب عذاب فظيع عشان مش هتقدر توصل له. حمدي لما كان بيدخل من باب العماره، الاطفال من بيوتهم كانوا بيجروا عليه، يقعدوا حواليه ويقعد يحكي لهم حكايات. لانه كان بيجيب لهم ملبس كل يوم، اي واحد يقدر يعمل كده. وليه ما عملتش؟ وليه هعمل؟ ايه قيمه حب الاطفال؟ وايه قيمه حب الامهات والبنات والاخوات؟ ايوه، ايه قيمته؟ ايه قيمه حب اي شخص؟ قيمته؟ انا سبت كل حاجه وجيت عشان اتزفلك لوحدي. وهو حبيبي جثه زي ما بتقول، زباله، جمالات سواقيني، جمليني وعطريني وحطي جحلي في عينيا. جمالات ايه بيت المجنون ده؟ اوعى عنك انت بقى، انا اللي هعمل. هنجيب لك بودره منين لما تخلصيها؟ جمالات، انا مش عارفه اللي بعمله ده صح ولا غلط. Thank you.
فاتحين. حمدي افتح يا حمدي. لا 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 ما تدخليش ما تدخليش يا حسنية. حمدي انا حسنية. يا حسنية ما تدخليش دلوقتي. ما تدخليش انا تعبان ومش عايز حد يشوفني ولا في حالي. حمدي كلمة واحدة. وانا جاي مش عايز حد. حمدي حمدي. حسنية. انت بتعمل ايه يا عم؟ حسنية. افتح. انت ما تدخليش دلوقتي. افتح وانا هكسر الباب. ما تدخليش معقول. امشي 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 انا امشي 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 حمدي 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 خد 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 اللي انت عارف. رمضان حمدي رمضان الكلب رمضان الكلب عايز تموتني عايز تموتني عايز تموتني حسنية. حمدي 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 عشان خاطري خد 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 خدهم كلهم واشتري بيهم كلهم. اخر مره يا حسني اخر مره. يلا يا حمدي يلا عشان تجيب لنا حاجه نتعشى بيها. اخر مره اخر مره حسني الفستان. يلا يا حمدي يلا ما تتاخرش. لا لا دي اقنية حمدي هات لي مانجا معاك. هجيب لك كل اللي انت عايزاه. دقيقة. نكون سعدة الليلة. سعدة؟ أنا ولا أنتِ؟
انا وانت عاوزين نكون سعد الليله باي ثمن. اي ثمن؟ عاوزه اقضي معاك ليله سعيده حمدي. ليله سعيده؟ سعدة لليلة ولا في أي ليلة، سعدة بإيه؟ بالحشيش والأفيون والبودرة بالمخدرات بالعفن والإنحلال بالعرض وراسي بالعذاب في انتظاري وفي انتظارك كل ساعة وكل يوم. لا لا أنا مش هسمع على جنس كلب يعمل شهيد على صاحي، مش هسمع على جنس كلب يعمل اللي بيضحيني. كلمي كلمي يا حسنين، حسنين كلمي يا حسنين، كلمي كلمي ولا أي صوت كلمي والله يحيى من بيت انا اي حاجه انا ايه انا منشكش فيا. ضنين ضنين عشرات الملايين في النحل بينزلوا في دماغي. حمدي عشان خاطري فتح عينيك. القهوه اشرب القهوه، مش هتقدر تبطل مره واحده. انا كده استني عشان ده وطقوس. مخدرات ولسه ومنافق بس ما اتعلمتش ببلاش، وسط السطل دي تاكدت ان الحب مش حنيه وبس، كان لازم يكون فيه قسوه. انا كمان شويه هخش الجحيم، عايز ابقى انا لوحدي انا وهي والجحيم وبس. بعد شويه هعوي زي الكلب، هعيط زي الطفل، مش عايز بني ادم يشوفني. لو حبيتوا تطمنوا اطمنوا من ورا الباب، ومش عايزك تعيط لا من قدامي ولا من ورايا. يا امي انا يعيش راجل يموت راجل. مساء الخير يا ولاد، مساء الخير، وحشتوني والله. ازيك يا خالتي؟ جايب لك شروة كنتالوب بتستاهل بوقك والله.
بجنيه ونص الكيلو. ازيك يا جمالات؟ ما لحقتش اجيب فراوله معلش. ازيك يا حمدي؟ ما شاء الله صحتك بقت بوم ما شاء الله. اتفضل امشي اطلع بره. ايه حمدي؟ بس خلص بقولك امشي اطلع بره. ايه ده نوع جديد من التحيه ده ولا ايه؟ اطلع بره. اطلع بره يا كلب. الله الله الله. جمالات تتوزن على قبالي يا كلب. حمدي ما يصحش. جمالات تتوزن على قبالي. بره يا كلب. يا جمالات ده الحيوان اللي قالك عايز نجف وفضيات. حمدي ليه عملت كده؟ جمالات كان لازم اعمل كده. ده بني ادم تعب وهاي. فؤاد كويس يا حمدي وانا كنت عايز افهمك ان ايوه فؤاد الناس كلها كده واحنا غصب عننا لازم نعيش معاهم. جمالات بتقول ايه؟ ده انا سمعت وسمعت اللي جرى بينكم. ده انا فرحت بيكي قلت عليك اله. بتقدر تقول ايه اللي انا ما بقدرش اقوله؟ انا طول عمري شايف الحياه غلط غلط كتير كتير وعمري ما اتكلمت كنت بسكت. انما انا لو كنت من الاول وقفت للعالم لو كنت قلت الغلطان انت غلطان فقايله ما حسبش حساب بكره لو كنت تفيت على كل شيء غلط في الحياه ما كنتش وصلت لكده. ده كنت حششت ولا فهمت ولا كان بقى ده حالي. جمالات انت مش بتسمعيني ولا ايه؟ مش عايز اسمع. ايه اللي خلاك تطرده؟ كان لازم اطرده. لما وبعدين اعمل ايه انا بقى؟ اروح فين؟ اديك طردت وهو راح وانت انا ما روحتش. والعالم ما اتخلقش عشان ده. العالم اتخلق علشان اللي زيي واللي زيك. واحنا بنهرب منه. فؤاد مقزز وحقير وتافه. ولو ما كنتش انت طردته كنت انا اللي هطرده. رغم ان ده مش سهل عليا ابدا. لكن انت ايه؟ خليني اتكلم معاك بصراحة ولو مرة واحدة في حياتك. انا ليا زمان ما فتحتش بوق الكلمة. ساكتة وبتفرج كأني في سينما ولا في مسرح. انت عارف انت ايه؟ انت جبان وتافه ومتخاذل وضعيف. ايوه انت بتتعبد لإله حقير اسمه الافيون والإله تافه اسمه جمالات. إله لما بينفرد بنفسه بيعيط وبيدفن راسه من الحقيقة تحت اللحم وبيكتب في صدره مجاعة اللحم والدم. لا لا مش ممكن مستحيل. ليه مستحيل؟ دي حقيقة. هي عمرك ما حاولت تعترف بيها زي ما انت عمرك ما حاولت تسألني رأيي فيك. اسأل جمالات اللي اسمها في بقك زي الشهد. مش هسأل. وانا هقولك. ولو قلت مش هسمع. هتسمع. احنا عمرنا ما قلنا في البيت ده كلمة صدق. أمك زعلانة لأن الناس بيقولوا لها إمتى العدل يجي لبنتك. وفتحي زعلان لأن مصروفه نقص. وأنا زعلانة لأني بخس يوم بعد يوم وبديلك فلوس من مهيدي. لو الأفيون بثمن السجاير ما كانش حد زعل ولا عمه. ممكن مستحيل. وأنت ضعت يا حمدي. ضعت يوم ما سمحت لي وسمحت لحسنية ولأمك إن إحنا نتدخل في حياتك ونرسمها لك. انا عمري ما سمحت بحد بحاجه. انتوا اللي تدخلتوا. احنا ايوه انتوا اللي تدخلتوا في حياتي وانتوا اللي افسدتوها لي. وانا منهم. انتي اولهم. انتوا كلكم. انتي وحسنيه وامي والدكتور وابويا والتايبرايتر القديمه السوداء. الطغاه اللي بيتحكموا في الانسان. يا طغاه في ظل هذا العالم الحقير اللي الواحد طول ما هو ماشي ياخد اوامر وبس. ما تسكرش وما تحششش وما تقعدش عليها وما تعرفش واحده ست. امشي جامل ونافق واكذب. اتجوز واجر قطين وخلف عيال واشحت عشان تربيهم. استلف 20 جنيه عشان المدير بتاعك لو جات له زرقيه او علاوه تبعت له ورد. يا طغاه. لكن لا انا ما متش. انا طول ما انا في العالم هاخد العالم وهديله لازم هنتظر. انا شريد وحيد وتايه بس الحقيقه كشفت لي يوم بعد يوم ولحظه بعد لحظه. لأن اللي عنده سل ما ركعش. والقضية مش قضية مصطفى البكر اللي عنده سل ولا هي قضية حمدي الأفيون دي. لا 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 ده قضية الإنسان والاستعباد. استعباد أي شيء للإنسان. استعباد اللذة للإنسان. الفلوس للإنسان. الشهرة أي شيء. أي شيء يستعبد الإنسان وياخده في طياته وتويه. أي استعباد لأي إنسان. إنما أنا عمري لا ضعفت ولا ساومت. أنا فعلا كنت بدور على الايمان وعلى هدف. واكيد هلاقي لاني لازم هلاقي الايمان وهلاقي هدف. انما انا عمري ما ضعفت ولا سويت. فضعت على الايمان وعلى هدف.